استني استني، انت على طول واخده الدنيا على الحامي كده. استني نتفاهم. نتفاهم في ايه؟ انت اتفقتي معايا ان احنا هنذاكر عندك، وجايه دلوقتي قدام مامتك تقولي ان احنا هنذاكر عندي انا، وكل ده ليه؟ عشان تروحي تسهري مع اصحابك؟ خلاص يا ست روحي لاصحابك وسيبيني انا في حالي. طب تعالي معانا هتنبسطي قوي. طب خلاص استني، تعالي اوصلك في سكتي. سكتي اللي انا رايحاها بعيد عن سكتك يا بنتي. طب تعالي اجيب لك، مش هتلاقي تاكسي في الضلمه دي. همشي على رجلي لحد ما الاقي. وشي نكد. بالسلامه. المهم ان احنا خرجنا منها، يا رب ما يكون حد لقط من مثل العربيه. لا لا، الدنيا كانت كحل، الدنيا كانت هصه، ما فيش حد شافنا، ما حدش لقط منكم العربيه، ما حدش ما حدش. بقول لك ايه، انزلي خدي اي حاجه البيت. انت اتجنن، انت هتنزلني هنا؟ مش هصه ما يكون حد لقط من مثل العربيه ويعرف بيتك فين. طب انت هتعمل ايه؟ هتروح فين؟ هروح اتلقى في اي حته لغايه الصبح. لقيتش غير الحته المقطوعه دي اللي تنزلني فيها. يا ستي انزلي بقى، هتلاقي اي عربيه جايه في وشك ثورين هتقف لك. انزلي بقى، انزلي. اليوم الفصلان ده. استر يا رب، جيبي العواقب سليمه لاجل حبيبك النبي يا رب. فين عم شغلول يا ام فاطمه؟ في ايه؟ عم شغلول بينا يا رب. نعم يا ابني، في ايه؟ عسكري واقف تحت مع المعلم شلوفه بيسال عليكم، ولما سالناه عايز ايه؟ قال ابله فاطمه خبطت العربيه. يا لهوي، بدي ضاعت يا شلوفه. بالراحه بالراحه يا ستي، بالراحه. اهدي بالله، اهدي بالله، مش كده. هي فين دلوقتي يا ابني؟ ما اعرفش يا عم شغلول، تعالى وانت تعرف منه. لا حول ولا قوه الا بالله. يلا يا ابني، يلا يا ابني. لا حول ولا قوه الا بالله. هات الباب وراك يا ابني، هات الباب وراك يا ابني. خلاص انا تعودت على كده. هعمل ايه بس؟ هعمل ايه بس يا مطر؟ انا فتحت لك قلبي يا مطر اكتر من 20 مره علشان تفهمي وتقدري اللي انا فيه. انا عارف ان انا بغلط في حقك كتير، بس معلش استحمليني غصب عني. ايه هتقولي برضو فش غل وحلاوة روح؟ ابويا هيجنني، مش عارف اعمل معاه. قلتلك قبل كده ابوك ما بيفكرش في حد غير في مصلحته وبس، ما صدقتنيش. قلتلك اني صدقتك، صدقت كل كلمة قلتيها، بس اعمل ايه؟ ابويا اتبرى منه؟ يا ريت نعرف. واللي مادة ايه، مش اخوك؟ بقولك ايه، الصبح على الصبح، انا مش ناقص كلامك ده على الصبح. يا براء انا عاوزاك تعمل الصح. اموت واعرف ايه هو الصح. عاوزاك تعرف ازاي تكسب من اي خساره، واذا كان خلاص ابوك كبر وعقله خف يبقى انت عقلك صاحي وقلبك ميت، وتعرف ازاي تستفيد من الكل.
صباح الخير يا باشا. المطلوب. ازيك يا سوريا؟ ازيك يا باشا؟ انت متاكد ان محدش كان مراقبكوا؟ انا نفذت الخطه بالحرف الواحد، يعني لو كان في حد ماشي ورانا يبقى زمان دماغه اتضربت في الخلاط. ده انا يا باشا اللي دماغي اتضربت في الخلاط من كتر اللف والهري والنكت. ما يصحش كده يا باشا، مش كل ما تبقى عايز تشوفني يعني هلف كعب داير كده والبس الهبه. يا بنت وطي صوتك، انت ما بتفصليش يا اخويا. براحه عليا شويه، ما تزقش كده. اخوكي اتكلمي عدل قدام الباشا. لا مؤاخذه يا باشا، حقك عليا يا باشا، معلش. روح انت علي حضر اللي اتفقنا عليه، الميعاد الليله. تحت امرك يا فندم. تعالي يا بنت. طيب يا باي. اقعدي يا سوري. تسلم يا باشا. هو يعني لا مؤاخذه يعني انتوا هتروحوني يعني ولا هتعلقوني؟ لا مش هنعلقك، هنروحك. بس انت قولي لي ايه اخر الاخبار؟ والنبي يا باشا انت عسل. طيب كده وحنين. انا برتاح قوي لما باجي اتكلم معاك، انت بتكلمني بهدوء. الباشا التاني على طول بيهب فيا كده زي القضا المستعجل، ما بيخلينيش اقول كلمتين على خلاص يا باشا. معلش انا اقول لك الصراحة يا باشا، نفذت كل اللي انت طلبته مني بالحرف الواحد وكله تمام التمام، والراجل اطمني على الاخر. بس انت طبعا يا باشا يعني تفتح مخك معايا كده وتظبطني وتكلمني بالراحة، انا اجيب لك كل حاجة في الدنيا. انا طبعا الموضوع عندي مش موضوع فلوس، انا يهمني اخدمك طبعا بعناية واعمل لك كل اللي انت عايزه. ما دام انت بتعاملني كويس انا اديك. انا بس يا سوريا. ليه بس كده يا باشا؟ لسه كنت بقول عليك حنين وبتكلمني بالراحة. خلاص يا باشا. بص يا سوريا. ماشي. أنا جايبك النهاردة عشان حاجة محددة. ماشي يا باشا، أوامر. النوح بيحضر لشغلانة جديدة. أيوة. الشغلانة دي عبارة عن إيه؟ أيوة. النوح هيجيب شوية أدوية. شوية الأدوية دول هيجيبهم باسم شوية أجزخانات. أيوة. الأدوية دي سامة وخطرة جدا جدا جدا. يا نهار أسود، ومنيل هيسمني؟ كده مش هيسمك لوحدك يا سوريا. كده يبقى ناوي يسمم المصريين كلهم. معلش يا باشا انا غبية ما افهمش في الحاجات دي، والنبي معلش كلمني بالراحة. طيب بالراحة والنبي. يا باشا. ايه يا باشا؟ اديك نسيتيني اللي كنت هقوله لك. ولا يهمك يا باشا، نعيد من الاول. احنا كنا بنقول يعني ان انت طيب. خلاص افتكرت افتكرت افتكرت. بصي بقى، كل اللي انا عاوزه اسم اي اجزخانة من الاجزخانات اللي هتروح لها الادوية السامة الخطرة جدا دي. ها؟ او اي معلومة عن ميعاد الاستيراد. طب لا مؤاخذة يعني يا باشا، وانا هعرف الحاجات دي ازاي يعني؟ احنا جايبينك هنا سوريا عشان نعرفك هتعرفي الحاجات دي ازاي. ماشي اذا كان كده ماشي. طب انت بقى لازم تظبطني دلوقتي كوباية شاي كده وشوية سندوتشات كده عشان الواحد جعان برضو. بقولك ايه يا باشا، والنبي انت حنين وجدع كده وطيب وشك سمح، وانا برتاح لما بتكلم معاك. والنبي تضحك. عيال ولاد حرام يا فندينا، خبطوا البنية وجريوا زي الفيران. محدش لمح حد فيهم. يعني شهود قالوا كلام كتير والحكومه بتحقق. افندينا يا بابا، معقوله كل ده يحصل لفوتنا؟ ما تقوليش انت مش عارف غلاوتها عندي. والله يا ابني اتلهينا، ومن ساعتها ما بتكلم روحها. الحمد لله. طب وهي عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله الدكاتره بيطمنونا. ينفع اشوفها؟ طبعا يا ابني. الدكتور خرج اهو. طمنا يا دكتور. الحمد لله بقت احسن دلوقتي. الحمد لله. بقول لك يا رب. الحمد لله الحمد لله. ربنا يوسع. خميس. الدكتور قال ما نتعبكيش. بس انا حابب اطمن عليكي، اطمن على احلى بنت في الدنيا. ممكن تجيب ايدك؟ أنا كده بقيت كويسة الحمد لله، وإن شاء الله كمان هتبقي أحسن. زعلان عشاني ولا صعبان عليك؟ أنا مش عايزك تجهدي نفسك بكلام، أنا عايزك تعرفي كويس إن ولوتك عندي اللي عملها لا يدفع التمن غالي. هدرجة بدلجة، حرموش غلموش مرهوش منتوش. الله حي وحياة أمك، لو وريكي شغل الحلق حوش بتاعك ده. جرى يا ست شوق، مالك واخدانا على الحامي كده وفايرة على آخر يا أختي؟ بتلعبي بيا الكورة؟
من ساعة ما شفتك وانت بتقولي لي كلام ما بيحصلش، أعمل فيكي إيه؟ يا ست شوق، الحاجات دي ما تتخدش قفش كده، ده شغل أرواح. بسم الله الرحمن الرحيم، حلهوش مرهوش منتوش، لازم صبر ونية صافية. وأنا بقى اللي نيتي بني إن شاء الله. يا ولية حرام عليكي، هو أنا حلت غير نية؟ اسم الله عليكي يا حبيبتي، هو في زيك؟ ده انت ست البنات وزنت الستات وتطلعتي لحظه كده. خلاص يبقى ركزي مع امي شويه، راعي ربنا في الحجاب اللي بتعمليه لي، خلي الدنيا تتحرك شويه بدل ما هي واقفه ومحجره كده. يا وليه حرام عليكي، ده انا اطلع لي حب الشباب. خلصيني. حطيتي الحجاب في المكان اللي قلت لك عليه؟ لا، ما قدرتش احطه في المكان اللي قلت لي عليه، بس حطيته تحت المخده اللي بينام عليها، بس ما حصلش حاجه ولا بيعبر امي. قوليلي كنت طاهره؟ ما انا طول عمري طاهره يا وليه. خلاص هتلاقيه جاي رجالي ومتكعبل في عتبتك. متكعبل ازاي؟ بقولك بيعدي قدام باب الاوضه وكاني هوا. تقوليلي يتكعبل؟ هطلع له في الضلمه يعني وحطوا له قلب طوب علشان يتكعبل على وشه؟ انت هتجنيني. اهدي بس واسمعيني. ما انت اللي بتقولي كلام يفور الدم يا حنطومه. ده اختبار من فوق، ولازم تبقى هده وتكني في اوضتك واستني. هتلاقي جايلك مخبط على باب اوضتك مقدم لك فروض الولاء والطاعه. وبادعيلي اوعى تنسي الاسم حنتومه سقسقه عشان الدعوه تجوز. هات الكوز وسيب العجوز، هات الصغير اللي محير. اوعى. وحيات امك، لو ما حصل الكلام اللي انت بتقوليه ده اللي هكون مبلغه عنك بنفسي. عارفه ده انا اللي هسلمك بايديا دول، وساعتها بقى بيوريني الكوز بتاعك ده هيعمل لك ايه. وفطره بفطره بقى. الله حي. ما تخلي مراتك تسيبها من حدوده حنتومه دي، دوليه نصابه واكله بعقلها حلاوه. هي بتفك عن نفسها شويه يا حاجه، انت عارفه انها مقطوعه وملاش حد يطل عليها ولا ياخد حسها غير حنتوم. مالك يا اخويا، بقالك مده كده مش عاجبني. سهلت عليك العافية يا حاجة. لا أنا حلو، طمني كويس. اوعى تكون اتقدرت من الكلام اللي قلته قدام النوح. أنا مش قصدي أصغرك، لكن عايز أكبر خميس. ما تفرقش يا حاجة، كله محصل بعضه. تبقى أنت زعلان من كده. أو هزعل من إيه؟ الله، ما هي دي الحقيقة يا حاجة. خميس هو المعلم، محدش يقدر ينكر. وهي بانت يوم ما سابنا بقينا في النازل وأنا ما قدرش أسد مكانه. ظهر ان انا كبرت وما بقتش حامل السوق. ما تقولش كده يا ابو سنة. ما اقولش كده ليه؟ الله، ما هي دي الحقيقه. هننكر؟ اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. وبعدين يعني احنا هناخد زماننا وزمان غيرنا يا حاجه، ده يبقى طمع حتى. ربنا يخلي لنا خميس ويبارك لنا فيه. ويخليك يا اخويا، خليك مع خميس. خميس من غيرك ظهره عريان وصدره مكشوف، اوعى تخلى بيه في يوم من الايام يا ابو سنة. خليك في ظهر خميس علشان نرجع اللي فاتنا ونرجع تاني سياد السوق. البدل دي كلها تلميها وتحطيها في اي مخزن ولو انها غاليه عليا، بس خلاص ما بقاش ليها لزوم. بنت يابيسه، مالك مسهمه كده ليه؟ عايزاني اعمل ايه يعني يا ابله؟ تفرحي لي يا عيون قبلتك، بدل ما انت قلبه خلقتك كده. ربنا اعلم انا فرحانه لك قد ايه. ما هو باين على وش امك. صعبان عليا يا قبلتي شغلي معاكي، هرجع تاني اتبهدل واتمرمط في ايد اللي يسوى واللي ما يسواش واللي تصفر لي واللي تزرق لي، وانا ماليش غير ربنا وانتي. يا بنت لو باقي عليا سيبك من الكار وتعالي اقعدي معايا في بيتي خميس، اهو منك تساعديني ومنك ترتاحي من الهم ده. ده كارنا يا قبلتي ومعرفش غيره. يا عبيطه، هفشى في ايه يعني؟ مرمطت الزباين وهلفطت السكارة وبلاوي الليل. الست مننا تتمنى ايه غير بيتي يلمها ويحميها من كلاب السكك اللي عايزه تنهش لحمها. ده مقدر يا قبلتي ونصيب ومكتوب على الجبين. المكتوب عمره ما كان حاجه وحشه، اي حاجه وحشه بتحصل لنا احنا اللي بنروح لها برجلينا. يا بنتي ده ما فيش اطيب واحن على الغلابه اللي زينا من ربنا. يلا يا بيسه، يلا اختاري لي احلى فستان فيهم عشان اروح بيه الحفله مع سي خميس. حفله؟ حفله مين؟ ناس كبار قوي. وخميس قال لي هخش انا وهو دراعي في دراعه، وهيكون اول اعلان لجوازنا قدام الناس كلها، واول خطوه ليا على سلم العز وراحه البيت. قد كده انت فرحانه بجوازك من سي خميس؟ فرحانه بس؟ ده انا حاسه ان الدنيا مش سايعاني من الفرح.
كاني بتولد من جديد، واخيرا بقى ليا اهل بعد ما عشت وحدانيه، وكنت هروح في طيس ولا حد كان هيزعل عليا. ويا سلام بقى على حته عيل اشيله في بطني 9 شهور واشوفه كده بيكبر قصاد عيني، واحس ان اخيرا بقى ليا حس في الدنيا. ربنا يسعدك يا ستي، وعقبالي يا رب عقبالي، يكش يكون جمعه بلاش خميس. مدام كرامه، العصبيه عمرها ما كانت حل لاي مشكله. اللي عندك ده حاله نفسيه مؤقته، واحنا خلاص حلولها قربنا منها. انا حاسس وعارف انك تعبتي، لكن صدقيني رجوع صوتك ده مش مرتبط بحاله معينه، ده بس عايز شويه تمرين واراده منك. تاني هنرجع لموضوع الخلفه ده، خلي املك في ربنا كبير، ما انا قلت لك مش وقته. وبعدين انت مستعجله على ايه؟ انت لسه صغيره. جوزك مش فاهم ماله؟ ما انت لازم تصرحيني يا مدام كرامه. يعني ايه مش حاسه بنفسك انك ست؟ انت مش ناقصك اي حاجه، لازم هو يفهم كده. ومسألة صوتك دي قلت لك دي حاله نفسيه مؤقته وهتزول. إذا كان هو اللي ضغط عليكي بالشكل دوت، يا ريت تبعتيهولي هنا العيادة أقعد معاه وأفهمه. خلاص بلاش. بس عايز أسألك سؤال، العلاقة الزوجية يعني العلاقة الخاصة بينكم طبيعية ولا؟ مفيش كسوف بين المريض والدكتور بتاعه؟ لازم أعرف عشان اعرف عالجك. يعني ايه مشغول ولا مش عايز؟ يعني ايه مخنوق منك بسبب اشاراتك ديت؟ دي مش اشارات صم وبكم، دي مجرد علامات عشان تتواصلي بيها مع اللي حواليك. مدام كرامه لازم تعرفي انت مش خارصه، انت عندك مشكلة نفسية مش أكتر وهتزول. أكيد في أمل طالما ربنا موجود، بس المهم إن أنت تساعديني. اهدي اهدي يا مدام كرام عشان نكمل الجلسة. شفاعة هو المسؤول عن توزيع البضاعة دي، ومش عاوز اي غلطة المرة دي. كفاية قوي ان احنا خسرنا واحد من اهم رجالتنا. وقبل ما ندعي لاي واحد فيكو هنكون قاريين عليه الفتحة، يعني المرة دي الغلطة بقبض روح. انا بس اسف لحد، وبحقي نفسي ليك قدام الرجالة دي كلها. أمر كبير، براح يبقى تحت ايدك. انت بتقول ايه يا حاج؟ يعني واحد من صبيانك لو طاعك اديله الامان، لو خلف دمه حلال. يا كبير خلص الكلام. يلا رجاله ربنا معاكم. حصل يا كبير. بقول لك يا شروق، انا في فكره كده بفكر فيها بقالي مده وشايف انها هتريحنا قوي. فكره ايه دي اللي هتريحك؟ بقول يعني ايه رايك لو ايه يا راجل؟ ما تنط. يعني لو خدنا لنا بيت لوحدنا بعيد عن هنا. ايه؟ ليه؟ ازاي؟ هما مش بيقولوا شيل ده من ده يرتاح ده عنده، او على الاقل
انت تريحي دماغك من ضاويه وانا برضو دماغي ترتاح. ما ينفعش، مستحيل. ليه بس؟ وشك قلب ليه؟ واحده في مكانك كان زمانها هتفرح، مش تقول لي لا ما ينفعش ومستحيل. عايزني اخليك تفرط في حقك؟ عايزني اخليك تفرط في البيت اللي بنيته معاهم كتف بكتف، الحمل اللي شايله على ظهرك بقالك سنين، حتى وابنها المحروس في السجن. ده انا بحبك وقلبي عليك. شوق، في حاجات كتير انت لسه مش فاهماها. خلاص فهمها لي، مش انا شريكتك؟ فهمني. والمثل بيقول القفه اللي بودنين يشيلوها اتنين. ده انا كتفي بكتفك، ولو لفيت الدنيا دي كلها مش هتلاقي واحده تحبك قدي. بس انت اطمن لي، اديني سرك. مش وقته شو، مش وقته. أبو سنة! انت مسلم لها خدك ليه؟ مرت الجبشة في البيت وبتقول خايف على مصلحتك، ضاوية كل يوم تربيك شمالها زي الصفر اللي مالوش عازة، وتقول ده عهد بصبنا عليه. كل خطوة بيخطيها خميس في السوق لازم تبقى على رقبتك. وارجع اقول لي انسى خال، انسى. انسى ايه ولا ايه يا فندينا؟ انسى ايه يا ابن اختي؟ والمعلم ابو سنة ماله؟ الله اعلم، وكل واحد اضرب حاله. اكيد الست شوق ورا اللي هو فيه ده، اصلها بصراحه صغيره عليه ولا مؤاخذه عافيه، وهو يعني مطني. انت اتسطلت ولا ايه؟ خفت عوم؟ ها هو يا زوز ما اعرفش الواحد يتفك معاك بكلمتين ابدا. عايز تتفك؟ عندك الزريبه. ها هي وصلت للزريبه؟ هات يا اخويا نفس، هات هات. ولا عايز تاكل عيش تخرس خالص. يعني اخوك اختلف مع السواق التاكسي على الاجره ام قتله؟ بسيطه بسيطه. بسيطه ازاي يا ميدو؟ ده فيها اعدام. احكي لي كده، هو قتله ازاي بالظبط؟ سحلوا من العربيه لحد واجد ناس حبايبنا، وفي وسط الضرب راح غزوا بمطوى، جت الحكومه راحت ماسكاه. وخدوا المطوى؟ لا، عايل من الورشه راح مسلكها بالحكومه من الطب. هو اصحاب الورشه دول حبايبكم قوي يعني؟ ناس حبايبنا قوي ورجاله قوي، وتلاقيهم في وقت الزنقه. خلاص. يبقى تاهت لانها شقيق. ازاي يا متر؟ احنا هنعمل ورقه بتاريخ قديم ان الورشه دي ملك اخوك. حلو؟ حلو. ونشوف حكايه تانية بقى غير حكايه الاجره اللي بين اخوك والقتيل دي، حكايه فيها فلوس برضه. المهم يكون في سبب ان الراجل ده يروح على الورشه برجليه، ورشه اخوك، ونجيب شهود يشهدوا على كده، ودي بسيطه. حلو؟ حلو. ساعتها بقى يبقى الراجل طب على اخوك في ورشته، اختلف معاه على الفلوس، اتهجم عليه، تقوم القضيه تتقلب من قتل عمد لدفاع عن النفس، وبكده ينفد اخوك من الاعدام وتأبي جنى الاكرام. حلو؟ يا ابن الامتر، ده انت اللي حلو، ابوسك. لا لا، تبوس ايه؟ كده الناس تقول علينا كلام مش حلو. ايه ده ايه ده؟ معقوله؟ في امتر؟ لا لا مفيش، شويه ابقى ارجع لك. من باب الاحتياط حاسب على المشاريع. معقول؟ ده انا قلت تلاقي الصنف مضروب ولا حاجه. معلم ابو سنه بدران الشواف.
خدامك. يسيب لها البيت وياخدني في ايده وينزل على اقرب خماره واقعد يشرب يشرب والاخر يبص لي يقول لي الدوق، اقول له ويدوقني. اب ديمقراطي بصحيح. لا ديمقراطي ايه، ده كان تعليمه على قده يعني. واحنا مروحين كان يشتري باكو نعناع ويقعد يحشر في بقي عشان الريحه ما تبانش وامي تسمها لما نروح البيت. أصل أمي دي كانت إيه؟ كانت شديدة أوي أوي أوي، بس هو اللي كان حادف شمالي. زار كان طالع لي ولا إيه؟ طب ما تنزل له يا معلم، ده مهما كان أبوك برضه. ما طلعش شمال ليه؟ إذا كان كل أصحابه كانوا شمال، هو يطلع يمين؟ أول قرش حشيش دخل بيتنا هو اللي جاب أجل أمي لما شافته في جيبه. ما كانش قادر يخبيه في حته من الداريه شويه عن كده؟ وما ماتت حزنت عليها قوي قوي، وقعدت اعيط بحرقه لحد ما جت قوي اختي وضربتني اول الم في حياتي. انت ست خشمه، بطل عيط، ما تبكيش، بكى للحريم بس. طول عمرها شديده شديده وقلبها ناشف، لقيتني ريح ولا لها حزن. لا يا لعو ايه، خليه مسطور او مسطول. حلو. كنت بتفزع كل يوم. مش عارف انك تبت مني انا، مش انا انا تبت. ايه ده؟ اثبت انت مين يا خميس؟ ايه خميس، انت عارفني؟ الله، انت خميس عارفني؟ انت بتسرقني يعني ولا ايه؟ اسرقك ايه؟ بس شيل الطبانجه دي الاول. طبانجه؟ يا طالما دي طبانجه بقى يا بنت الخال. امال انا بقول لك ايه من صغري؟ ده انت مسطول كنافه. انت شكران طينه. مش يعني يا جدع بالراحه، وطي صوتك.
حطي صوتك حطي صوتك. انت بتعمل ايه ده؟ استنى بقالي ساعة بفتح الباب مش عايز فتح. مفتاح بان عليه بايظ ولا ايه؟ بايظ ده انت مش شايف. ده انا فتحنا كده. افتح يا عم. خال ضايع. أول مرة أشوف خال فضيحة كده. إيه ده؟ إيه؟ أنت بتفتح بالسيجارة؟ معلش يبقى أنا شربت المفتاح. أنا قلت إيه كده ليه؟ أنت مش شايف حاجة. ولع ولع. إيه ده؟ إيه؟ ده الباب مفتوح. يبقى يلا ندخل بقى. طب يلا يا شعب. يا سلام. بس بقول لك ايه؟ وشوش بقى احسن من الدوله تصحى وتعمل لنا فيها المعلمه بجد. حاسب يا عم. حاسب يا عم. بقول لك ايه بقى؟ بتيجي نقلع الجزم؟ ليه؟ عشان الصوت. صح صح. انا راح برضه تعمل صوت. صباح الخير. صباح الخير خير. ولا ايه؟ حاجة يا حاجة اصحي 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 يا حاجة اصحي. شرابية في ايه؟ الحق يا حاجة في نصيبة. مصيبة ايه؟ وانا نايمة سمعت صوت طلعت بره اشوف ايه ما لقيتش حاجة. انت يا ولية اتخبلتي. اسمعيني للاخر يا حاجة. في نصيبة نصيبة. مصيبة ايه؟ خلصيني. جيت اخش اوضتي سمعت رجل بره قمت بالسحابة اشوف في ايه لقيت يا لهوي يا لهوي يا ولية انطقي ما تجننينيش. المعلم ابو سنة واقف قدام الاوض بيتلفت يمين وشمال وقام داخل على الاوضه. وفيها ايه؟ راجل وداخل اوضته بالليل. ما هو ما دخلش اوضته. ما الاوضة مين؟ خش اوضه افندينا. افندينا انا فين؟ انت في اوضتي في سريري ولو ركزت معايا شويه ممكن تبقى في حضني. يخرب بيتك يا بنت هتودينا في داهيه. يا راجل وطي صوتك شويه حد هيسمعنا. يخرب بيتك يا بنت هتودينا في داهيه. لا يا اخويا هو انا اللي كنت خدتك من ايدك ودخلتك اوضتي. انت ضيفي النهارده وانا كريمه قوي مع ضيوفي واحب اظبطهم. يا بنت تهدي بدل ما اسكعك قلم انزلك طقم سنانك. يا رب. طب جرب تعملها كده يا بنت. اهمدي اهمدي بقى اهمدي يا ولية شويه. ما انا همدانه. هو انت شايفني بقطع في شعري ولا بحطه في السجاده؟ انا لازم افهم انا ايه اللي جابني هنا. هندوم. هندومك ده ايه؟ لا هندومك انت. ده هندومك. هندومي هند ابويا يا واد. ده انت قمر من قريب. الله 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 الله. ما تيجي تبص على نفسك في المرايه. ابص على نفسي في المرايه ليه؟
وانا جاي اتعرف على نفسي هنا؟ ما تجيب بوسه. بوستي بوستي يا ما انت تودينا في ده. اوعي يا راجل استنى، هو انت فاكر دخول الحمام زي خروجه؟ حمام ايه؟ وانا شرفت لي ده الحمام. اوعي يا بت. طب استنى والنبي. اوعي يا بت. يا لهوي ايه صوت العبد ده؟ ياك تكون وقعت على رقبتها واتكسرت. امين يا رب تتكسر رقبتها يا رب. حاجه اروح اشوف ايه اللي بيحصل. انت اتجننتي ولا ايه؟ انت عايزاها تشوف جوزها مع كرامه تعمل لنا فضيحه؟ ده عايزه جنازه وتشبح فيها لط. تعالي خبطي هنا لما نشوف البلوه التانية. بس انا خايفه يا حاجه اخبط سخميس يجي يعملها لي مصيبه. خبطي وخلصيني بس بشويش. حاضر يا حاجه حاضر. ده خبط يا وليه؟ انت بتوشوشي الباب يا حاجه. ما انت اللي بتقولي لي خبطي بشويش. بس مش للدرجه دي، اذا كنت انا مش سامعاكي. خبطي عدل بس بالراحه. حاضر حاضر. صوتك مش عايزه فضايح. انت تتخرسي خالص. انا ايه اللي جابني هنا؟ انا فين؟ ما انتش خارج من الاوضه، ولو خرجت هصوت والم الناس عليك واقول انك تهجمت عليا. انت بنت المفتاح. مش جايبه المفتاح. هات المفتاح. وطي صوتك، عيب هيسمعونا بره. هو انا زهقت دلوقتي؟ عايز تطلع من الاوضه؟ مد ايدك وخد المفتاح. يا بنت الشغل القديم ده، انت بنت المفتاح بدل ما كسر الباب. اموت في العنف. بقول لك ايه، لو كسرت الباب هم هيسمعونا بره، ولو سمعونا هضطر احكي لهم على اللي حصل. هو حصل ايه؟ داخل تتسحب عليا اوضتي وانا لوحدي واخده راحتي ولابسه عريان والاوضه فاضيه علينا والسرير مغري. الله 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 الله. والفرشه دافيه. ايه ده؟ والشيطان ما بيصدق كل ده وما حصلش حاجه. انت بنت المفتاح اسمع الكلام، انت جننت رسمي. انت لسه مش عارف انت فين؟ ده انا كنت نايم في اوضتي. ايه اللي جابني هنا يا معلم؟ انت جاي من بره على هنا وانا شايفاك بعناية. انا كبرت وخرفت مش عارف يمينك من شمالك. انت بتقول ايه يا حاجة؟ انا احمد ربنا ان خميس لسه ما جاش، والا كان قومها حريقه. خميس؟ انت لسه مش عارف انت فين؟ لا انا كنت نايم في اوضتي. ايه اللي جابني هنا يا معلم؟ انت جاي من بره على هنا وانا شايفاك بعناية. انا كبرت وخرفت مش عارف يمينك من شمالك. انت بتقول ايه يا حاجة؟ انا احمد ربنا ان خميس لسه ما جاش، والا كان قومها حريقه. خميس؟ وطي صوتك بدل ما حد يسمعنا. وانا زعقت دلوقتي؟ انا زعقت. بس نفسك تزعق علشان يسمعونا بره وتفضحني. طيب هات المفتاح ومش هفضحك. لا اقعد معايا شويه يا بنت. اقعد اعمل ايه؟ اقعد اعمل ايه؟ فكر. طيب هفكر وباجي لك. افتحي بقى الباب. لا اقعد شويه معايا. مش هتفتحي الباب؟ لا. افتح بنت الباب، افتح الباب. اموت في العنف. اقول لك كان معايا خميس ما وصلش. ما وصلش ازاي؟ اذا كان هو اللي موصلني. اوعي بقى. طب استنى خليك. لا انت اوعي بقى، سيبيني بقى. خميس في جلابيتي؟ فاكرني ايه؟ عبدي من عبيده ولا صبي من صبيانه؟ انا المعلم هنا وكل حضر في الحته دي يشهد بكده.
هو في حد يستجري يدور شريط برشام في البلد دي؟ اللي بيزني مني انا؟ انتهوا! اوعى ايدك! انا يركب عليا عيل سيس زي شفاعه؟ وديني انا اكون خاربها وعلى الكل؟ وديني انا اكون جايب عليها وطيها؟ بقول لك يا معلم براء، انت شكلك تعبان قوي، تعال نروح دلوقتي. اوعى ايدك! انا مش عايز اروح! انا مش عايز اروح البيت ده تاني. انا مخنوق، انا تعبان، تعبان قوي. هات ازازه تاني يا رزق. كفايه شرب يا معلم براء، انت شربت كتير قوي جوه. ده حسابي يا ولا ايه؟ اضرب يا معلم براء، بس عشان خاطر تعالى نروح دلوقتي. خلاص كلكم بقيتوا معلمين، ولا الصوت بتاعك هنا ولا ايه؟ يا معلم معاش ولا كان اللي يقول عليك كده؟ معاش ولا خلاص؟ وقدام الناس كلها؟ بس معلش، وديني وايماني ما انا معديها له المره دي، وديني وايماني. لا اوريك يا نوح، اوريك يا نوح مين المعلم. انا ولا انت يا نوح؟ انا ولا انت يا نوح؟ سيبني انا، سيبني 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 سيبني. هذا الواد اللي حلتي وطلعتي بيه من الدنيا، واخد عكس ماشي فيها بظهره، عيل غبي ماشي عمال يلطش في عتمة ملهاش آخر وهيضيعنا معاه. بس انت زودتها معاه قوي يا سيد الناس. عاوزه ينشف ويبقى راجل، احنا في ايام ما بترحمش والدنيا سهلنا اسنانها على الاخر، بتاكل اللي عضمه طري وتحلي بلحمه. وابن النوح ما ينفعش يبقى من دول، ده كبير السوق من بعدي، ده كبير السوق من بعدي، ولازم الكل يبقى تحت درسه. طب خدمتك الغلبانة دي يعني مش ناوي تديها حتة؟ يا بنت ما انتيك الكل، ما تطمعيش بقى. حتة من السوق اكل منها عيش. تستعجليش على رزقك، التقيل جاي ورا. كلام ما باخدش منك غير كلام. الكلمة عهد، والعهد يمشي على كل الرقاب. والنبي انا اللي نفسي رقبتي تتلف بأساور، أشم ريحة الدنيا بجد، مش هقضيها خدمة ومرمطة وقلة قيمة. يا بنت هو في قيمة أكتر من قعدتك دي معايا؟ اتساير ونقول اللي طابي على الصدر. النبي نفسي أدخل جوه دماغك دي، أعرف إيه اللي بيدور فيها. تتوهي تتوه كان غيرك أشطر. يوه يا بنت أنا دماغي دي كلها سكك ومشاوير، ما فيهاش ميادين ولا علامات، حتى رصيفها لسه ما قالش اوانه. مش يمكن لما ادخل فيها اوصل؟ حاولي على الاقل تبقي خدتي شرف المحاوله. ماشي هنشوف. نشوف ما نشوفش ليه يا بنت؟ الحوار الجامد اللي دخلتينا فيه ده قومي يا بنت، عاوزين نشوف حاجه حلوه. سلام من عيني.
بنت يا سوريا! بنت يا سوريا! اي بنت! يا بنت! انا في ثانويه عامه، ده لو بابا وماما عرفوا ممكن يموتوا فيها. ابوس ايد. هطلع البلا على جدتك وجدتك اللي خلفوكي النهارده. في بس يا ست مطر، وانا كنت عملت ايه يعني؟ الله، بيت كنت بتعملي ايه جوه بيت؟ ابدا، كنت بساعد المعلم في الشيشه، ما انت عارفه انه صحته على قد، فكنت بشد معاه. اسمعي روح امك، انا ما احبش المسخره دي عندي في البيت هنا. مسخره دي بس كفالة الشر، دي شيشه. شيشه؟ امال بشويش عنيا انا واحده نيه دي تبقى ايه يا روح امك؟ والنبي معنا دي امينه بيت. الله، لازم الفرفشه للمعلم. عارفه لو شفتك بتعملي اللي عملتيه ده بعد كده هعمل فيكي ايه؟ اقلع الشبشب وانسله على دماغك. وانا مالي؟ الله، روحوا قولوا الكلام ده للمعلم، قولوا انتوا عايزينه انا اعمله. والله اهو سيب راجع اهو. طب امشي نوري لحد يشوفك يحس بحاجه. والنبي قول للمعلم، انا مش هسكت بقى. مهندس عبد العزيز ريان والد شادي اللي خدتوه هو مع اصحابه. ما انت راجل محترم كده ومتعلم وفاهم، سايب ابنك ليه البلاوي دي؟ بلاوي؟ انا مش فاهم حاجه يا باشمهندس. احنا ما جبناش ابنك من وسط اصحابه ومع اصحابه، ابنك اتمسك متلبس في وسط عيال شمامين وضريبه. ايه؟ اتفك يا رب. شادي ابني ده عمره ما دخن سيجاره. شادي في ثانويه عامه كمان متفوق. ابنك هيتعرض على النيابه كمان ساعه، عشان كده قعدت اجيبه. اساله بنفسك يمكن يرد عليك. ادخل. شادي حبيبي يا ابني. شادي قول لي كل حاجه بصراحه بوضوح. يعني حبيبي رد عليا. حبيبي اتكلم. شفت؟ اديك سالته ما ردش عليك. بوس ايدك. اكيد حد ضحك عليه. عمره ما يعمل حاجه زي دي. انا تعبت قوي في تربيته، عمره ما يعمل حاجه زي دي. يا باشمهندس ما تضيعش وقتك، ابنك هيتعرض على النيابه، يعني الحق قوم له محامي زي ما قلت لك. بس حضرتك بتقول متلبس، يعني راح في داهيه، يعني مستقبله راح، يعني شقل عمره كله بقى في الارض. سعادتك احنا مش كده خالص، احنا ما نعرفش الحاجات دي. اعملوا عليها تحريات، مش انتوا برضو بتعملوا تحريات؟ اسالوا عننا، هتلاقونا حياه كويسه قوي ملهاش علاقه بالحاجات دي. ابوس ايدك. امي ممكن تموت وتروح فيها، احنا كلنا ممكن نضيع. البيت هيتهد. علي بابا بابا بص يا باشمهندس، اللي انا هعمله ده ضد القانون، لكن احيانا كتيره جدا
القانون بيكون له قلب يحس ويفرق. انا هخرج ابنك من الليله دي خالص، بس ليا شرط واحد. امر امر سعادتك وانا نفس. تاخده من هنا على المستشفى، تعالجه، تقعد معاه، تكلم مع ابنك، خد ودي معاه في الكلام، وفهمه انه بعد كده ما يعملش حاجه تجيبه هنا تاني. تشكل تشكل سعادتك. انت هتعمل ايه؟ اتفضل. يا ريت بدل ما تستهلك نفسك في بوس الايادي في لحظه زي دي، خد بالك من ابنك. اتفضل بطاقة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة يا باشمهندس. بس يا ولية يخرب بيتك هتفضحيني. والنبي والنبي واللي نبى النبي ما حاسبك لما اخد الحلاوة الكبيرة. ليه يا ولية ان شاء الله؟ بقول لك حج وساب لي الأوضة وعمل زي ما تكون عقربة ولا دعاته. امال لو كان بات كنت عملتي فيا ايه؟ ده شغل يا ست، شغل، وانت ست العارفين. شغل ايه ده بقى ان شاء الله؟ بيتقل بيرمي رمش ويسحب رجل، عليكي بقى انت تستغلي الفرصه وتوربي الباب. يا حنتومه ده انا مفندقه الباب على الاخر، عايزاه بس هو اللي يدخل كده ويخطي. مش قلتلك انه هيجيلك وجالك صح؟ صح. انا كلمتي ما تخيبش ابدا، هيجي وحيلي. عارفة يا حنتومة، طول الليل بفكر فيكي، بدعيلك، طلعتي قروبة. ايدك بقى على الحلاوة، ايدك على الحلاوة. طيب يلا حنتوش منتوش تربوش منفوش. الله حي. والله ما خسارة فيكي يا حنتومة. اسرعي اسرعي خلاص. حنتوش منتوش تربوش منفوش، هات الكوز وسيبك من العجوز وهات الصغير المحير. الله. صباح الفل يا ست مطر، وشك ولا وش القمر. تلمي يا بيت. والنبي انا فرحانه لك قوي يا ست مطر. فرحانه لي على ايه يا اختي؟ على البال الرايق والمية رجعت لمجاريها. مفيش حاجه يا اختي رجعت لمجاريها، وكله من نبرك. يوه، يعني الحمايه طلعت بلوشي؟ اه بلوشي. يا لهوي، هو سبراقة لسه برضو يعني؟ مش عارفه يا سوريا، كل ما يقرب مني جتتي تتلبش وحس ان انا كده راكبني جميت عفريت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ده نفس. انا عارفه بقى، والنبي ما تقولي الكلام ده قصادي احسن بخاف. اسمعي مني بس يا ست مطر، ايه الحكايه دي فيها انت ايه بقى؟ اكيد حد عامل لكم عامل. تفتكري يا بنت حد يكون رابطه ولا عامل لي حاجه؟ ما هو حاجه من الاثنين، يا حد عامل له عمل مربوط بيه، يا عامل لك عمل ما تطيقيهوش، وفي كلا الحالتين لازم يتفكوا. طب ونعمل ايه بيت؟ انا اعرف واحده بتفك الرابط. لا يا اختي انا بخاف من الحاجات دي. اسمعي مني بس يا ست مطر، احنا هنجرب مش هنخسر حاجه. دوري الموضوع في دماغك، ولو تمام قوليلي وانا ادور لك عليها واجيبها لك من تحت قطيع الارض. امشي يا بت غوري من وشي، امشي. همشي. مالتي يا بيضون، انت مش ملاحظ انك معطلني بما فيه الكفايه؟ وانت عارف ان الكوافير مستنيني جوه، وعمال تلف وتدور بكلام ملوش لازمه. بالراحه شويه عليا يا نجمه سلولي، انت عارفه ان مصلحتك تهمني وانا جاي النهارده مخصوص عشان اوعيك. توعيني من ايه يا اخويا؟ الشغلانه دي انا سبتها خلاص، والمحل مش هرجع له تاني، وحتى البدل رميتها. جاي دلوقتي تبيع لي ان انا ارجع وتقول الجوازه خانقه وقرف؟ انت مال اهلك؟ مين قال الجواز خانة وقرف؟ أنا قلت؟ هو قال؟ أنت قلتي؟ يا رمانة الجواز رضا وقبول، وأنت عندك القبول وأنا ما عنديش الرضا، يبقى الجوازة دي مش هتتم. اطلع بره يا ملط. بتطرديني؟ أي جو؟ أيوة جو، وناوي دلوقتي حالاً قبل ما ألم عليك الخلق وأخلي اللي ما يشتري يتفرج عليك، وأنت عارفني كويس بيني وبين الجنان هسة، ما تدوش عليها أنت. مفيش عراية بين الجنان والعبط، حاولي ما تقطعيهاش. انت عايز توصل ليه بالظبط؟ مش عايزك تخسري كل حاجه عشان شويه احلام عبيطه. انا جاي النهارده مخصوص عشان مصلحتك. مصلحتي ان اتجوز اللي انا بحبه. الخميس مش هيتجوزك. اطلع بره بره. ماشي ماشي يا نجمه، بكره نقعد على الحيطه ونسمع الزنبليطه. غوري يا ابن الكلب. دج اشيك. دج يعني بوبي، يعني رمز الوفاء والامل، يعني الملط بيضون. سلام يا نجمه.
هو كل شوية برص الحيطة ده يجي يحرق دمنا ويسم بدنك يا أبلة؟ الحق يا بيسا، ده بيقول لي الجوازة مش هتتم. قطع لسانه، ده من قهرته يا أبلة. انتي ناسية كان بيحط في كرشه قد ايه من وراكي؟ ده ديته شبش بيلزق على الحيطة ما ينزلش تاني. والواقف بتفتح الباب بالسيجارة. أنا قلت أمي هتعلقنا وهتخلينا نمسح البلاط زي الحريم. أصل بصراحة شكلنا كان زبالة قوي. شكلك أنت يا أخويا الزبالة. أنا مالي، أنا ماليش فيه. أنت شربت إيه؟ كرتونتين بيرة على أزازتين ويسكي على قرشين حشيش؟ أدي عيب الدماغ الخفيفة. ده على أساس إن أنت كنت فايق قوي وما اتدلقتش زي حالاتي. يا راجل ده أنت اللي موصلني لحد باب أوضتك بإيديك. اعمل ايه؟ ما انت سبتني تايه في الطرق مش عارف اروح فين لحد ما دخلت اوضتك. لا ومراتك، مراتك دي ايه؟ يا شاطر، ده كانت هتاكلني يا راجل. امال لو كانت بتتكلم كانت عملت فيها ايه؟ ربك بيسترها مع الغلابه اللي زينا. اهو ما سترهاش المره دي. صباح الفل يا حاجه. صباح الفل يا حاجه. بالذمه ما انتوش مكسوفين من نفسكم؟ وكمان بتضحكوا؟ دي عامله تعملوها؟ معلش يا حاجه، يعني مفيهاش حاجة اما الواحد دماغه تلف شوية. يعني هو الظاهر ان احنا كده تقلنا في السهر حبة. اذا كان خالك كبر ودماغه بتلف من كاس ولا من حجرين. والله حتما انت لازم عينك تبقى في وسط راسك. ده احنا املنا في ربنا وفيك، ما احناش حمل ضربة تانية. معلش يا حاجة ما تكبريش الموضوع كده، ايه المشكلة يعني؟ الخال وسكر وهيس ودماغه راحت منه. ده الخال اللي هيس على ده، انت بظبط نفسك يعني؟ ده انت كنت صعبان عليا والله. اسمعوني كويس وبلاش رغب. حفله العمروتي حتما لازم تستغلوها، ولازم توصلوا معاه لاتفاق على شغل جديد، فاهمين؟ واحنا معانا قرشين كويسين. طمني، العمروتي حبيبني وحاططني في دماغه وشاريني على الاخر. النوح مش هيسكت، هيفضل يحرجم كده لغايه ما يضرب مفك في محبته ليك. اوعى تديله الفرصه دي. النوح جه لغايه عندك هنا يا حاجه، جه وقدم فروض الولاء والطاعه، معنى كده ان هو مسلم. النوح ده تعبان، يفضل لابد في الجحر لغايه ما يبخ سمه ويلدغ لدغته. اوعى تديله الامان يا ابو سن. كل سم وليه ترياق يا حاجه، ويتوب علينا ربنا. عايز تجوزنا يا حاجه؟ ما دام انت ومراتك مش طايقين بعض تتجوز. ما انت عارف القصه دي من بدري، اشمعنى جاي تكلمني فيها دلوقتي؟ ايه، خفت على خدامتك مني ولا يا حاج؟ ولا كلمه تانيه. حنسى انك ابني، كفايه سبتك امبارح عشان ما كنتش في وعيك. انت من امتى يا حاج افتكرت ان انا ابنك؟ ها، من امتى؟ انت طول عمرك ما بتشوفش فيا غير نفسك وبس. اخويا يموت تجوزني مراته عشان اسمك وسمعتك. تخاف على خدمتك مني، عايز تجوزني تاني. ومش مهم بقى اطلق مراتي ولا ارميها في صفحه زباله، المهم مزاجك انت وبس. حتى دم اخويا نسيته حق قدام مصلحتك، وراح تحط ايدك في ايد اللي قتله، مش كده يا معلمه؟ صح؟ لا مش صح يا حمار، مش صح. انما الصح بقى انا عاوز اكبرك واخليك تسيري السوق ده كله، ولو صبرت عليا شويه يا ياض كنت هتعرف انا عاوز اجوزك مين، وساعتها كنت هتعرف وتتاكد ان كل اللي في دماغك الوسخه دي زباله ملهاش اي اساس. لو عاوز تكبر بصحيح لازم تشب بعزم ما عندك وتشوف ابعد من الكل، مش تكعبل على اول سلمه وتضب زي لعمه في وسط الزحمه. الجوازه اللي بقول لك عليها دي هي اول السكه. انت في دماغك تجوزني مين؟ روح حضر حالك والبس كل اللي على الحبل عندك عشان رايحين حفله مهمه. حفله ايه دي؟ هناك هتعرف كل اللي انا بفكر فيه. كل دول ماشي. ثانية واحدة. على فين يا جوز؟ ثانية واحدة يا قاهرة. ايه يا مطلي؟ كل ده يا مطلي؟ افرض يعني كانوا نزلوا وانت مش موجود، عارف افندينا كان ممكن يعمل فينا ايه؟ مش عبال ما طلعت العربية وغزلتها وفولتها؟ ماشي يا مطلي، ماشي. يلا روح قول لهم ان احنا جاهزين يا اخويا. انا هقول لهم دلوقتي، وخلي بالك من العربية، اوعى تحكها. مش
شكلك ايه يا مسيح؟ بتقول لقلبك ايه عن حبيبك؟ هيبقى ما تخلص بقى يا كرامه، هي اصلا متلمعه لازم تحطي بصمتك يعني. ماشي، هيبقى شكلك ايه لما اسيبك؟ تقول لقلبك ايه عن حبيبك؟ هيبقى شكلك ايه لما اسيبك؟ انا زي ما انت شايفه كده عندي شغل، ادعي لي بقى. ايه رايك يا كرم؟ هل ده بنت العسل تيجي معايا ازاي؟ انا رايح شغل، ينفع؟ ينفع؟ ما هي قاعده في البيت زهق. طب نعمل ايه؟ انا بكره هخرجك اوديك الفيشاوي عند الراجل ابو عود وفرجك على الاجانب اللي انت بتحبيهم. ماشي؟ لا راح فين؟ بكره النهارده الاجانب اجازه. يا عزب أنا مش عارف دي، أنا توت مني، أنا مش قادر. آه محمد رسول الله عارفها. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نتبارك يا حجة. اقعد يا حبيبي لما رأيك. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. تسلمي لي يا حجة. جاهز يا خال. أبو سن نتبارك يا حجة. مش هوصيك، الليلة تفرق معانا كتير وممكن تبقى بداية خميس. متقلقيش، اطمني يا حاجة، كل اللي اتفقنا عليه هيحصل. اتفقتوا على ايه؟ هو انتوا عاملين مؤامرة؟ مفيش يا ابو جمعة، وراك اهو، ادعي لنا يا حاجة. مع السلامة. يلا. يجعل لكم في كل خطوة سلامة. ادعي لنا يا حاجة. يجعل لك في كل خطوة سلامة يا خميس يا ابن بطني. يا رب استرها معانا يا رب. اتفضل يا فندينا. هنروح مشوار الاول يا خاله من الحفله. مشوار ايه اللي هنروحه يا خميس؟ اقول لك بالاذن. ثواني. عم زغلول. مين؟ عم زغلول. اهلا. ازيك يا فندينا؟ الحمد لله تمام. اخبارك انت ايه؟ الحمد لله. فوتنا اخبارها ايه؟ نحمده ونشكر فضله. احنا كنا فين يا ابني؟ كنا فين؟ ربك لطف بينا على الاخر. الحمد لله، ما انت كريم يا رب. طب هي مش محتاجة حاجة؟ مستورة الحمد لله يا ابني. ما يلا خميس تأخرنا. يلا يا خال اهو جاي اهو. طب يلا يا ابني شوف مصالحك. ماشي. السلام عليكم. اتفضل يا عم زغلول. الله يكرمك. السلام عليكم. اتفضل يا راجل بركة. راجل بركة. يا لهوي على نظراتك. اخ. عسل يا مطني. يا خميس قول لي مشوار ايه اللي هنروحه قبل الحفلة؟ اريك يا خال. اركب بس. اركب. خد بالك من نفسك يا معلم. خد بالك من حروفك. سلام يا معلمي. ما قلتليش بقى مشوار ايه اللي هنروح؟ وابتدى المشوار. يا خوفي من اخر المشوار افدينا. يلا يا رمانة. أول مرة الحلو يكمل. بجد يا خميس؟ يعني عاجبك؟ عاجبني. القالب غالب يا رمانة ميزان الجمال والحلاوة. بموت في كلامك الحلو يا خمستي. أنا اللي بموت في كل حاجة. بحبك يا خميس. أنا بحبك يا رمانة. بقول لك إيه؟ إيه؟
ما تيجي نخلع من الحفلة ونقضيها. الخال الخال والد. مش بتقول لي خالك مستنيك؟ يلا بقى بطل دلع. طب انا بعت لي اجيب المعزوم. طب نخلص من مشوار الحفله الاول. ماشي اتفضلي يا ملكه، يتوب علينا ربنا. يلا بينا. انت ماشي كده ليه يا خميس؟ دنيا وماشيه بالمعكوم. اه يا دنيا الله. اه يا دنيا الله. يا رمانة ملك فردانة؟ اه شوية يعني مش عارف عادي كده عادي. من ساعة ما دخلنا انت مش على بعض خالص، فيكون في حاجة مضايقاك؟ لا طبعا مفيش حاجة، اصل انا يمكن مش عارف اخد على الجو. جو ايه؟ مفيش جو، هو يغرك البدل والفساتين كل ده شمال. تهيألك ان انا نسيت. لا انا فوتها بمزاجي قصادهم وقلت لنا ركن نتحاسب فيه. ليه بقى ان شاء الله؟ وانا كان ذنبي ايه؟ هو انا اللي كنت خدته من ايده وقلت له يروح يشرب الهباب اللي خلاه مش عارف يمينه من شماله؟ ولا انا اللي كنت سحبته من رقبته ودخلته عليا الاوضه وانا واخده راحتي على الاخر؟ يا حاجة خليكي منصفه. انصافي ليكي ان انا سايباكي على ذمه اخويا لغايه دلوقتي ومخليالك نفس في الدنيا وعازه في البيت. امشي عدل وما تخربيش على روحك. خضتيني. ايه على طول ضدي؟ ليا ذنب ماليش ضدي؟ بقولك ايه، ما تروحي تكلميه احسن. مياستك ومرقعتك عليه في الاوضه وصلتني، ولا تكونيش يا بنت فاكره ان انا نايمه على وداني. مياستي ومرقعتي؟ استغفر الله العظيم يا رب. عينيكي فتحاك يا روح امك. بقولك ايه، لم نفسك، لا تبص تلاقي روحك مرمية في الشارع زي قطط البلدي. عارفة القطط البلدي؟ نياو. We'll be right back.
الناس. انا في كلمتين واقفين في زوري مش قادر ابلعهم. اشرب لك شويه ميه وابلعهم يا خالد. انا ما بهزرش. ولا انا. قصدك ايه؟ رمانه مش كده؟ سايب النوع وابنه بيقسمه على تقيل وانت داخل صاحبالي في ايدك، كان لازمته ايه تجيب حفلة زي دي؟ عشان انا عايز كده يا خالد. هات يا جمال يا رب. بسم الله ما شاء الله، فريدك بتحلوي كل يوم عن التاني. انت كنت مخبيها عننا ليه يا باشا؟ ولا مخبيها ولا حاجه، كانت مسافره بره بتدرس كيمياء عشان تنفع ابوها. وبراءه كمان الواد اللي فاضل لي بعد موت اخوه غريب الله يرحمه، هو اللي ماسك كل شغلي وكل اللي حيلتي هيبقى ملكه بعد ما اموت. ربنا يديك طولة العمر يا معلم. الله يجبر بخاطرك يا باشا. اشرب يا معلم. اتفضل يا باشا. صحتك يا معلم. خميس خميس، شايف الشغل على اصوله؟ خليك انت اخويا لازم جنبها. يتوب علينا ربنا يا خال. خميس، هو انت يا اخويا تعرف صاحب الفيلا دي كلها منين؟ المصالح بتتصالح. المرض؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا اختي تنحنحي ولا اعملي اي حاجه كده، هقطع الخلف. خطر. وانت مالك؟ ولا من امتى بيهمك ان انا زعلانه ولا مش زعلانه؟ يا اختي ما تفكرنيش بالحيزبونه اللي جوه دي، كفايه. يا بت ما حصلش حاجه. في ايه؟ ما انا جوزي دخل عليكي بالغلط، عملت المناظر الوسخه اللي عملتوها لي دي. خلاص اتبطيتي، انزلي بقى من على وداني. عايز تتكلمي معايا في ايه؟ موضوع الخلفة سيبك منه وركزي معاه شوية، يمكن يجي اليوم كده اللي يطلع لك صوت وتنطقي. يا اختي وهو الخلفة اللي هتمنعه من الجواز يا خايبة؟ خايفة مولية الحرباية اللي بره؟ مخافيش، دي حرباية عايزة تكوش على الدنيا واللي فيها. عايزة تجوز ابنها وتبسط ابنها وتخلف لابنها واحنا نقعد نتشل هنا. ان شاء الله هتتصالح على عزرائيل وياخدها مننا ونخلص.
يا بنت هو انت عفشه قوي في موضوع الخلفه ده؟ لا كلام الدكاتره يا خايبه بيجيب ورا، كلهم بيجيبوا ورا. بس انا عندي فكره غير موضوع الدكاتره. انت هتقولي لهم انك عايزه تروحي بكره الصبح للدكتور وقال ايه عايزه تاخديني معاكي. طبعا هما هيستغربوا، عارفين انك بتكرهيني وما بتطقنيش وتتمني لي. لا لا انا اقول انت ما تعملي ليش كده. وبعدين لما انا هسمع منهم هقوم قافشه في الكلمه وقال ايه بحبك وعايزه اروح معاكي للدكتور واطمن عليكي. هيقوموا برضو يستغربوا، عارفين ان انا ما بطقكيش والحاجات الحلوه اللي احنا مخبيينها لبعض دي. الا اه الا اه ما تقوليليش اه. انت مالك رايحه فين؟ هوديكي في حته هيخلوكي فيها حبله بين يوم وليله. بس بقول لك ايه، تعملي حسابك كده في كام الف جنيه عشان في شويه حبايب لازم يترش عليهم. انت مالك؟ بكره هتعرفي، ويا خبر النهارده بفلوس. بكره الصبح هيبقى ببلاش. خدي خدي طهري جوفك. جدع يا وزة. يعني ايه؟ يعني ايه تسافر من غير ما تقولي؟ انا عامله حسابي ان انت تكون معايا الليله. تصدق يا لؤي انت عليك حركات مستفزه يا ابني. ما تخافش، ابويا طمني وقال لي ان هو حل كل حاجه. اقفلي. سلام. براء النوح. ده شيء يسعدني يا معلم. انت راجل اللي يناسبك يتشرف بيك، وابنك زينة الشباب. يعني نقرا الفاتحة يا باشا. للأسف انت جيت متأخر شوية يا معلم. فريدة مخطوبة. مخطوبة؟ مخطوبة لمين يا باشا؟ سامي يا حاجة. ايه ده كله يا خميس؟ تمن البضاعة الطاق تلاتة. بس البضاعة لسه ما اتصرفتش، وانت يا دوبك لسه مستلمها. انا اتفقت على تمن البضاعة وبعتها قبل ما استلمها، وخدت تمنها بالكامل، مش نص بقى ولا ربع. لا، وهو ده النظام الجديد، مكسب قبل خسارة. يعني ايه؟ مانيش فاهمة. يعني اللي عايز يشيل يشيل معانا المخاطرة ويخش بقلب جامد، واحنا ونصيبنا، انما هيدفع سعر اقل من اي حد. انما اللي عايز يصبر بقى لحد ما البضاعه تخش السوق وتتصبر وتبقى في الامان براحته برضه، انما هيدفع دوبل دول. وانا لقيت اللي يشيل معانا، وادينا كسبنا وفلوسنا في حضننا. عشان كده لعبتها هزار مع النوح، عايز تغلوش على البضاعه المتباعه. لكن علمت عليه صحيح، ابن ضاويه يا واد. كده بقى احنا هنقول للشعبي باي باي. باي باي. ونخش السوق ونرجع امجاد مزاج الخير. اوعى. يا واد. Yeah.
بسم الله يا رمان. بالهنا والشف. شلبي امرني حاجه ساعه للنجمه بسرعه. اعتبروا حصل يا برنس. يلا يا بنات يلا بروفا مع بوسي على الاستيج علشان انتوا كلكم في الرقصه بتحدفوا شمال. اظن كده احنا خالصين. انت كنت ضيف عندي في بيتي وانا دلوقتي ضيف عندك في محلك. بس انا اكرم منك ومش هقفل في وشك الباب. الباب اتقفل وصورتي اتشالت يا مالت. انا ماليش في الغصب وانت اللي اخترت. القصد انا جاي اسالك سؤال واحد. قبل ما تسالي وتقولي اي حاجه اشبكي ايدي في ايدك كده وشبكه العشره الكرام دول ومليك عليا حلفان. انا زعلان منك. مش هنعيد ونزيد. انا ما بقتش اكل من الكلام ده. اسمع بس اللي انا جاي اقوله لك. امورين. الباشا قال لي خميس ايه؟ حاجه الساقعه المتكتكه حصلت لنا البركه. بالريق كلام. ينفع كده؟ احنا حاسين ان احنا في دار مسنين. كلكم بتحدفوا شمال. الناس اللي قاعده على اليمين تعمل ايه؟ يروحوا؟ يا ماما الايقاع تناغم وتناسق مع بعض. بنقول ما بين نارين، لو نار واحده نخليها ناحيه الشمال، نارين يبقى شمال ويمين. من هنا من هنا كل الحاجات دي تتشد وتترفع. محل اكل عيش. شلبي امرني. اظبط لي الزوايا. باب بين نارين يتذاكر كويس. حاضر حاضر من عيني. يا نعم يا حاج. شربيه بتقول انك عايزين. قالوا لي انك هتاخدي كرامه للدكتور. غلبانه حاسبها يعني تروح للدكتور لوحدها. ومن امتى ينبوع الحنان ده يا شو؟ يا خرشي يا حاجه اقرب مش عاجب. ابعد تقولي عليا بالرويه. يا رب اعمل ايه يا رب بس عشان اخليها ترضى عني. ماشي يا شو روحوا بس ما تعوقوش. من عيني شو. نعم. خدي بالك من البيت. خلاص مش قادره دماغها تنفجر من كتر القرايه. الالم بيزيد في كتفي وفي ظهري ومفيش مسكن نافع. مالك يا بنتي تعبانه؟ هروح عند اهلي بالدكتور وهخلي الممرضه تجيب لك مسكن. مسكن ايه ده؟ انا هديك اللي يخليكي حديد. يا ريت لحسن انا هموت وانام والوجع ما بينيمنيش طول الليل. طب استني بس ما نقفل الباب كويس. ليه؟ احتياطات امنيه. وانتي ناويه تديني ايه؟ مسكن والله. منها انا مش مرتاحه له. بنتي مسكن والله بس عشان هو رخيص وجامد منعينه عننا. خد انت كفايه عليكي نص حبايه. بسرعه شويه قبل ما حد يشوفنا. اسمه ايه ده؟ رمضان؟ اه. ماليش مرضيش يريحني. غريبة اللي انا ما شفت في ايديها يعني لا دبلة ولا احزنون. وبعدين ازاي خطيبها يا حاج يسيبها في سهرة زي دي؟ خلصت الشاي يا معلم. اه تسلم ايديك. شيليه بالهنا والشفا. انا بقول يعني ازاي خطيبها يسيبها في سهره زي دي تترقص مع كل واحد شويه. يا عم اقعد بقى يا عم. بظبط لك الحجر يا حاج. هو شغلك انت اقعد. وادي الحجر. بيت يا سوريا. نعم. ما تيجي يا بيت تظبط الحجر يا بيت. من عيني. بس البيت يا حاج لوز اللوز. ايوه تفاحه مقشره. هتقولي أنا قصدي على فريدة، فريدة بنت العمروتي. ما أنا عارف يا عم إنها فريدة، فريدة بنت العمروتي عارف. البنت دماغها عالية يا حاج. أيوة. تغيبة قراري. هي عالية أوي أوي أوي. بس يعني لما أنت واد جامد أوي وقاري دماغها مش قادر تميلها بكلمتين وتجيبها على سنها. مش سهل. صعبة أوي. البنت دي بسبع أرواح. ضربت مني السيجارة وقامت هاتك يا رأس. لغاية ما هدت حيل أمي. أنا حاسس إن الراجل ده بيلاعبني. بيرقصني عشان ياخدني مقص على سهمه. حلاوتك يا معلمة في جو مين الشربيني ده اللي هيفصلني من السيجارتين اللي مصطبح بيهم. مش بقول لك إنك هتفضل طول عمرك حمار؟
حمار حمار، سيبنا اقوم بقى عشان عندي مصلحة. خليك مرزوع لغاية ما تشوف لنا صرفة. صرفة في ايه يا حاج؟ أنت مش قلت إنها خارج بيت؟ آه، بس أنا خايف يكون بيفكر في اللي في بالي. بالك؟ هو إيه اللي في بالك يا معلم؟ ما تيجي يا بنت أسأل أظبط الحجر يا بنت. ما هو عندك يا معلم. الله، آه الحجر عندي صح. آه سلامة الشوفة يا معلمة. سمعتي ايه؟ انت على طول كده ملبشه جدتي يا ست مطر، ما لحقتش اسمع حاجه. يوم ولا حاجه ولا طرطش كلام ولا اي كلمه؟ لا بس شكلي كده المعلم نوح منمر على حاجه، بس لسه تايهه منه. بصي براءه في دنيا تانية طبعا بعد الاستباحه كان محتيط. حاجه ايدي اللي منمر عليها؟ يكونش ناوي يجوزه بصحيح؟ مش عارفه، بس وانا ماشيه سمعت كلمه مخطوبه، خفت اقف لحد ما انا يشخط فيا. مخطوبه؟ هي مين دي اللي مخطوبة؟ والنبي ما اعرف، هو ده اللي سمعته. امال انت تعرفي ايه؟ قولي 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 يا تكنيله، وانت مالكيش لازمه. كل ده مالكيش لازمه. طيب بصي بطشيك، وناش عرفني وانا مغسل وده من جنه؟ امال ليه قلت لي ان الجوازه الف بعد الشر مش حتن؟ احساسي ماي فيلينج. هتحاسبيني على الفيلينج يا رمانة؟ يا اخويا ما تعيش عيشه اهلك وتتكلم عدل، انا مش فاهمه حاجه. بقول لك ايه، خميس لو عرف ايته حاجه هقول له ان انت اللي غصبتني. مين قال غصب؟ انا قلت غصب؟ هو قال غصب؟ انت قلت غصب. يا ماما شغلانتنا دي ما فيهاش غصب، هز الوزن لازم يكون بالكيف، وهي دي عيشه اهلي. مالكش فيه، سيبني في حالي بقى، ابوس ايدك. نفسي اعرف انت عامله حساب لافندينا قوي كده ليه؟ هو يعني ما يعرفش بلاوي الكار وعيله بالليل، ولا يكونش خدك من على سجاده صلاه وانا ما اعرفش؟ اشربي اشربي يا نجمه. يعني انتوا مش ناويين تجيبوها البر؟ ما احنا كنا على البر، وانت اللي مديت رجلك في قلب الغريق، وانا عملت ايه؟ جيت عايم لحد عندك ومعايا القشايه، لكن انت اتكبرتي ونفسيتك عليت ورفضت القشايه. ما تورق يا اخويا وتعمل لك قفله. جرى ايه؟ هو الكار ما فيهوش غيري ولا ايه؟ ما انت كبرت صوره صاحبتك وحطيتها على الواجهه، وكل شله يشبه له، طلعنا نبق من نفوخك. بكيفي مش بكيفك يا برنسيسة. هابي درينك. هابي فالنتاين. دي مشي يا بنت، بلاش تبقي عامله زي الحرامي لهبل، عيب كده احنا في الشارع، الناس عماله تبص علينا. انت مالك رايحين فين؟ هو انت مش ماشيه معايا؟ امشي ورايا وخلاص. يو يا بنت خايفه من ايه؟ هو انا خطفاكي؟ هو انت مش عايزه تجيبي عيال علشان تربطي الولايه اللي قاعده لك في البيت دي؟ خلاص انا مودياكي الوحده، خلصت القول، هتخليكي تجيبي عيال للصبح، بس لازم تقولي ان شاء الله. إن شاء الله. يلا بينا. نوفل نوفل. أيوة أستاذ، الجورنان والسندوتشات. قول لي، شايف البيت ده؟ أه ماله؟ تعرف حد ساكن فيه؟ هنسيب شغلنا بقى ونتجسس على الخل. ما تبطل رغي ورد على قد سؤال. أه أعرف اللي فيه شقة شقة. بقى شقة فول، وقول لي على اللي فيه شقة شقة. أول ما شفتها طالعة هي ومرات خاله العايقة دي عند الست بتاعت الدجل والشعوذة وبسم الله الرحمن الرحيم، جيت جري عشان أبلغك. أنت متأكد ياض إنها مرات أفندينا؟ يعني قطرتهم من تحت البيت لحد ما طلعوا عند الولاية دي؟ أيوة يا ست مطر، مراته ومرات خاله. أيوة هما الاتنين شكلهم كده ولا مؤاخذة بعافية حبتين وطالعين يفكوا عن نفسهم. اسمع ياض، تعرف تجيب لي قرار الولية دي؟ طبعا نجيب قرارها، هي كيميا يعني. انت قلت لي اسمها ايه؟ حنتومة. عن ايه؟ حنتومة. طب وانتو رنتا؟ ماشي. حنتومة. يا حلوة قوي. ومن ساعتها هي بنتي يا بيسه مش قادره تلم على نفسي، وما دقتش طعم النوم، مش عارفه اعمل ايه واسوي ايه. انت المره اللي فاتت برضو يا ابله كنت مرعوبه كده، لا افنجينا يعرف، والحمد لله ما حصلش. المره اللي فاتت كوم، والمره دي كوم تاني خالص.
الاثنين يعرفوا بعض كويس، يعني خميس هيعرف هيعرف، وبدل ما بيحضر لي فرحي هيحضر لي كفن. والنبي يا ابله انا حاسه ان انت بتهولي الامور، والعمروتي ده ايه مصلحته في كل ده؟ ده راجل صاحب مزاج، لا ليه في الوش ولا في اللبش، ولو كان عايز يخربها عليكي كان خربها يوم الحفله. المالت مفيش اوسخ منه، وعشان يشغلني لحسابه ممكن يعمل اي حاجه. وانت ليه يا اختي ما قلتيش لافنجينا بدل ما تروحي للمالت يبيع ويشتري فيكي ابن الدايخه ده؟ استحاله يا بت، خميس ده لو عرف انا ممكن اموت نفسي. اصل انت مش عارفه اللي بيني وبينه، افندينا ده دنيتي اللي انا متشعلقه بيها وقافشه في ديلها العمر كله. انت بتتكلم عن مين بالظبط؟ خميس ابو سنه اللي عرفتك عليه. اه افتكرته، بس ما ركزتش معاه. ماله بقى؟ ايه رايك فيه؟ وانا اعرفه منين عشان اقول لك رايي فيه؟ انا بقالي ساعه بكلمك عنه. بس ده كان في واحده في الحفله لازقه فيه، يعني ما كانش مركز مع حد غيرها. الله، ما انت مركزه، هو عارفه كل حاجه. انت عايز ايه بالظبط يا عمروتي؟ في دماغي مشروع، بروجكت، مصلحه. مشروع جواز تاني؟ يا حبيبتي اي جواز بيبقى مشروع. مش عايزك تفكري في الجواز بطريقه رومانسيه وتقليديه. اثبت لك ان الجواز مشروع. لو مفيش جواز، بتوع فساتين الفرح والبدل والبابيونات هيبيعوا لمين؟ بتوع العفش هيبيعوا لمين؟ بتوع الشقق والكومباوندز هيبيعوا لمين؟ بس بس بس. لا مش بس، لان بعد كده بيخلفوا، فبتوع البزازات بيبيعوا لهم، وبتوع لبن الاطفال بيبيعوا لهم، وبتوع لعب الاطفال بيبيعوا لهم. ده المشروع الوحيد اللي حلال، لا غبار عليه. طول عمرك عندك رد يا عمروتي. شكل الحكايه لعبت في دماغك يا ست مطر. من غير لت وعجن جاوبي على السؤال. يا اختي بالراحه عليا شويه، انا باخد ودي معاكي في الكلام. يا اختي لا تاخدي ولا تدي. قوليلي الولايه اللي بتحكي عنها دي تعرفيها منين؟ إيه؟ انا الصراحه يعني ما اعرفهاش، بس في واحده حكيت لي عليها قبل ما اجي اشتغل عندكم. يا بت انطقي يا بت، اسمها ايه؟ والنبي ما اعرف اسمها ايه، بس انا يعني ممكن اتقص لك واجي اقول لك. ماشي اتقصي، اعرفي اسمها ايه وساكنه فين. مش بقولك الحكايه عجبتك ولعبت في نافوخك؟ خرب بيت دور خالتي اللتاته اللي انت عايشه فيه ده. يلا بنت امشي روحي شوفي شغل. يوه، وانا بعمل كل ده ليه؟ مش عشان خاطر مصلحتك؟ انا عايزه اريحك. اه يا سفله يا واطيه، مش بنت غوري. ام سفله قال وفي احلى منها. شكلها قربت قوي وهيحصل. انت جيتي؟ كنت لسه هكلمك. واقفه بقيت مستنيه من بدري. طب يلا. جاهز؟ اه، اركني عربيتك دي في اي حته وتعالي اركبي معايا. لا استنى، العيال قاعدين على النار ما تبعدش بيا، وبعدين انا خلاص دماغي فصلت. ما تخافيش، يكون في معلومك. انا بقالي سنين ما عملتش الحكايه دي. ايه دي؟ ان يعني قديل لحد. بس يلا، كل يهون عشان خاطر عيونك انت قمر. فاكس قوي يا معلم براءة الجو ده. معلم ايه؟ بياقة. بياقة؟ عسل قوي بياقة دي. طب حس كده بقى. يا يا كبي. يلا. يا يا. خش يا حبيبتي. اوعي تقعي مني هنا كمان. احنا كنا فين؟ احنا كنا عند الدكتور. اوعي تنسي. خير؟ مالها ست كرامة كفر لها الشر؟ مالها يا ولية؟ ما هي كويسة اهي. وقعت مني في الشارع واحنا رايحين للدكتور، اداها حقنه وقال انها لازم ترتاح شويه. كل ده عند الدكتور؟
ما هي لما وقعت عند الدكتور اضطر يحط لها جلوكوز. جلو ايه؟ جلوكوز. طب والختمة الشريفة ان هو ده اللي حصل بالظبط؟ وقال لكم ايه الدكتور بقى من الصبح لغاية بالليل؟ قال ان هي لازم ترتاح شوية وتاخد الدواء وقرط على انها ترتاح. طب يا اختي خديها الأوضة عشان ترتاح. حاضر. ايدك معايا يلا يا شربية. يا عيني على نابك، يا عيني على نابك. هاتي ايدك يا حبيبتي. يا لهوي ده جتتها متلجة. وطي صوتك، انت عايزاها تفتح لنا المحكمة هنا؟ وطي صوتها، هي معقولة تكون واحد من نفسها كده؟ انت مال اهلك؟ يعني ايه مال اهلي؟ هي متلزقة يعني؟ خشي خش. دخلت اهو. مصر يعني تعزمني على واحد كوكتيل شعبي من بتوعك برضه؟ مش مريحني انت النهارده يا باشا. الله ليه؟ مش دي الخلطه بتاعتك؟ واحد كوكتيل شعبي على حجرين وبعدين تيجي ام سامية تروق الاناني. هي الخلطه اللي انا عملتها هي اللي انا علمتها لك دي. اضرب يا باشا اضرب وعيني. على فكره انا في كل ده لقيت حاجه تخصك. ايه يا باشا اللي يخصني؟ في أوضة شبه الأوض اللي عند أم سامية، وسرير يشبه السرير اللي هناك، وليلة تشبه الليلة دي، رمانة خانتك يا خميس. كلام يا باشا اللي أنت بتقوله ده؟ خانتك معايا. معاك يعني إيه؟ بس أنا ما كنتش أعرفك، هي اللي كانت تعرفك. بس بعد معرفتك ما يصحش ما اقولكش، وخصوصا لما جالي خبر ان انت عايز تتجوزها. تتجوزها ليه لما هي من ابو بلاش؟ مالك يا أبلة في إيه؟ نفسي هفتني على الرمان، قلت أجفرط لحبيتين، بلاش. البت دي خدتك وروحتوا على فين؟ ما تكدبيش عليا، وما تقوليليش عند الدكتور. انطقي، روحتوا فين؟ زار عند حنتومة. يا سلام، ومن امتى هي عايزة مصلحتك؟ ومن امتى بتحبك الحب ده كله؟ وانتي ما قلتليش ليه قبل ما تروحي مكان زي ده؟ هي فهمتك كده؟ فهمتك انه هيتجوز عليكي عشان كده خدتك في مكان زي ده؟ انا قلتلك كده علشان مصلحتك مش عشان تروحي مكان زي ده. قلتلك كده علشان تخلفي حته عيل يشيل اسمه، واذا كان الزار بيجيب فايده كنت جبتلك الزار لغايه هنا، مش عشان تخرجي بره وتلطينا واحنا لسه بنقول يا هادي في اكل عيشنا. خمد دلوقتي، ولما يجي جوز التانية أنا ليا كلام معاه. افتحي الباب.
انت بتهببه ده هتدخلك في مشاكل كتير. وليه بقى الجو الغامق ده؟ ده انا حتى قلت اجي افتح معاكي سكه جديده. ما تاخذنيش يا مزه، اصل انا عارف ان انا سابق عندك، عشان كده لو كنت اخترت اي سكه ما كنتش هتفتحي لي باب. انا المره اللي فاتت ما قلتش لخميس، ولا هتقولي المره دي كمان. انت عايز مني يا براء؟ قلنا جايين نفتح صفحه جديده. اقعدي يا بت اقعدي. تاخذني شرم انا معلش، اصل انا لما بشرب الهباب ده ما بشوفش قدامي، بتعمي بضبش زي ما بيقولوا. بص يا براء، انا سكتك ماليش فيها، سيبني في حالي. اشمعنى قفشه في دي الخميس؟ خميس؟ ايوه خميس افندينا. حلوه السكه بتاعته؟ عجباك يا هاوي؟ يكون في علمك افندينا خلاص راح زمنه، ولا اللي جاي بتاع براءه، براءة النوح قبض الروح. بس انا جاي لك النهارده عشان افتح معاكي سكه جديده، هحط ايدي في ايدك يا رمانه وهفتح لك طاقه القدر اللي لو طلتي منها هتشمي هوا الدنيا كله. اما بقى لو سدتيها في وشي هتعيشي عمرك كله في اوضه ضلمه معفنه لغايه ما تفتصي وريحتك تطلع. انجز يا براء، هات من الاخر، انت عايز ايه؟ اهو كده الكلام يا حلاوه. شوفي يا بنت الناس، في مصلحة بينا هنقسمها مع بعضينا. انت هتجيبي لي اخبار خميس اول باول، وانا هديكي 10 أضعاف اللي بتاخديه من شغلك من غير ما ايد تلمسك ولا عين تعريكي. شفتي بقى براءة؟ براءة ازاي؟ انت بتحلم يا براءة، مش هيحصل. قشطة، نكملها احلام لغاية ما تقلب عليك الكوابيس. حلو، انت عايز ايه بس؟ انا معرفش ايتها حاجة. عارفة كتير وهتعرف اللي اكتر. طب ما انت دلوقتي كبير السوق، عايز ايه تاني؟ انا هستناكي تيجي تبخلي البقين اللي انا عايزهم منك، وعلى قد اللي هتقوليه هتاخدي اللي تستاهليه. على فكرة براءة بيعرض العرض مرة واحدة بس، مرة واحدة، والعرض التاني بنقفل بنشطب الأوكازيون وبيظهر وش تاني البراءة. أنا بقى مش عايزك تشوفيه. سلام يا مزة. ما انت شايفه والله يا ابله، جرجروني يا غزل. الله يخرب بيتك، يخرب بيتك يا بيزا. ايه ده يا ابله؟ يكونوا رجعوا تاني؟ اوعي تفتح. براء ابن النوح كان بيعمل ايه هنا؟ جرى ايه يا خميس؟ انت بتشك فيا على اخر الزمن؟ وانت بتعملي معايا انا كده؟ اه اه اه
سامي اسمعني بس يا خالد. سامي حرام عليك. الطاسه المقفوله دي بتاعت مين؟ بتاعت مين دي؟ اهدى يا خميس وانا هفهمك على كل حاجه. تخيلي تتخبي فيها على حسابك على كل حاجه. انت فاكراني ايه يا بنت؟ انا خميس افندينا مش انا اللي اتضحك عليا. رجاله مش شنبات اتدفنوا في مكانهم قبل ما يفكروا يعملوها. يا خميس ارحمني، انت بتعمل فيا كده ليه؟ اكيد حد من الاوساخ لعب في دماغك وفهمك حاجه. انا والله والمصحف ما عملت حاجه. والعمروتي واللي بينكم ده كان ايه؟ العمروتي الزباله ولاد الكلب بيوقعوا بينا. الزباله ولاد الكلب. انت بنت فاكراني عيل برياله؟ مش انا اللي على اخر الزمن حريمي يطلطوا اللقطه دي ولا واحده زيك انت تضحك عليا. انت لو كنت اتجوزتني ولبتني في بيت ما كانش ده بقى حالي، انما انت سبتني غرقانه في وحل البرك ما فكرتش تشيلي منه. جاي دلوقتي تلوم عليا انا؟ ما تلومش عليا، لوم على نفسك انت. مش عايز اشوف وشي ولو صدفه. يا معلم احنا اتفقنا وخلصنا، ليه نعيده ونرجع لعنب ديبه؟ عشان ما ينفعش اخد حصتي اقل من غيري يا معلم. سبق واتكلمنا وقلت لك ده حكم السوق، خصوصا بعد اللي عملوه رجالتك والخساره اللي لبسناها كلنا. اسمع يا معلم، انا سمعتك وطوعتك ورحت واتجصت وفتشت بامانه، لقيت ان كل ده في شنك وان رجالتي بره الليله دي كلها. امال مين اللي عملها يا معلم؟ اسأل المعلم الصغير هو يقول لك. الله، ايه نويت تلبسها لبراءة ابني؟ حاشا لله يا معلم، انا عارف زين ان المعلم براءة يده نظيفة وملوش في الشغل العوج ده، بس الحكاية ليها ديول كتيرة يا معلم بتلعب من وراها. فسر يا معلم. شوية عيال ملموم عليهم ومقضيها معاهم، والعيال دي بتنتهز الفرصة وبيلعبوا اللعبة وهو مش داري بيها. مين العيال دول؟ كلهم كده. لا بس دي خبطي. ايه ده؟ شو خبطيني؟ معلش، هو ايه النظام؟ انت كل يوم هتدخل عليا بتتطوح؟ خلاص بقى هو ده تمامك؟ شو بقول لك ايه؟ انا جاي الليله دي ومزاجي فوق في السما ومش طالبه اي عكنان عامل معروف. اعمل معروف فوق، الدنيا عماله تلف من حواليك وانت نايم على ودانك مش حاسس بحاجه. الكل عمال يكوش ويحوط على الركنه بتاعته وانت نايم لي في العسل فوق، بدل ما تلاقي نفسك صبي من صبيان المعلم. يا معلم لا بيت، لا ده انا المعلم صاحب توكيل المزاج في البر كله وحافظ المعلم. المعلم من غير دراع فضحته بتتذاع يا معلم. يا شو ما تلم التعبين وتخليها تعدي على خير. انت عايز ايه بالظبط؟ عايزك تشوف شغلك، عايزك تفوق لنفسك بتضيع وهتضيعنا كلنا معاك. ضويع عايزه تكوش على كل حاجه وانت مش فاهم، عايزه تنطرك من اللعبه فوق يا ابو سنه. السكه دي سكه تسليم النمر وانت مش ناقص. وبعدين بقى شو احنا مش قلنا مالكيش صالح بشغلنا؟ وماله يا اخويا؟ بس ليا صالح برجلي، وانا ليا طلبات، وانت لا مؤاخذه مش مكفيها. جر الشر يا بنت عم عوره. انت عايز ايه بالظبط؟ عايزك تسمعني كويس قوي، لاني خلاص مش هستحمل بعد كده، واي حد هيدوس لي على طرف هاكله بسناني. ان شاء الله حتى اصور لكم قتيل في البيت ده. يما ريا ايه هالفترة اللي بتهلفطيها دي؟ ورحمة أمي لو فضلت ماشيلي على الحال ده لححيت جوه الفش ومتعرفليش طريق جر. تاني يا شو تاني، ما قلنا بلاش الاسطوانة الزفت دي. لا لسه، واللي ظهره قفش يا أخويا.
ما يشيلش، وما يجي يشيل يشيل على قده. فهمت ولا فسر اكتر؟ تعالى. والنبي انا ما مصدقه سي خميس يعمل معاكي كل ده ازاي. سيبيني لوحدي يا بيزا. اسيبك؟ اسيبك ازاي وانت محتاجه؟ بقول لك سيبيني. حاضر عيني حسيبك، انا قاعده بره، احتاجتي اي حاجه او اي حاجه تعوزيها انا بره، اندهيني بس. وجع الجده مقدور عليه يا بيزا، انما وجع القلب ده اللي ما يقدر عليه حد. يا خساره يا خميس، يا خسارة كل حاجة حلوة بينا، يا خسارة يا فندينا، يا خسارة. الله عليك يا واد يا جامد ده، اهو كده انت تمام التمام. لو النبي يا معلم، ده انا دماغي لفت بقت عاملة زي النحلة، كل ده من نفسين مش قادرة. يا بنتي افهمي، الدماغ دي هي اصل البني ادم، وهي اللي بتفرقه عن بقية المخلوقات. الواحد من غير مزاج حيوان، زي الواد براء ابني بالظبط. بس انت شديت معاه قوي يا معلم. واد غف هيبوظ لنا الشغل كله. مش كفاية بضاعة ولوفات ياما راحت علينا بعد ما حتى اطبخ فيها شهور؟ جاء فانتينا هياكلها الجاهز، وكل ده من تحت راسه هو. ازاي يا معلم؟ اقول لك ازاي، بس خدي شدي، حاكم حلاوتي الشد ايه؟ هات وخد، هات وخد، خدي. لو النبي يا معلم، خلاص دماغي بقت في الطراوه، خلي يبقى عندي شويه نفس اوصل بيهم الاوضه، ولا امشي اتكعبل على بوزي واداس بالرجلين. بس قولي والنبي يا معلم احكي لي، اصلا بحب اسمع الحكاوي قوي. بتحبي الحكايات قوي؟ حس كده بقى. شهر يار هيحكي، وشهر زاد تطقطق لي الاذن الوسطى. اهو احبك حافيه. Thank you.
خميس؟ مستحيل. مساء الفل على ياسمين. قلقت منامك؟ بالعكس، أنا لسه نايمة ولا إيه؟ مالك يا فاطمة؟ بتلخبطي ليه؟ هتصدقني لو قلت لك إنك كنت معايا دلوقت. كنت معاكي فين؟ في الحل. حل؟ وكنت عامل إزاي؟ كنت بتضحك، وشك زي البدر المنور وعينك ما فيهاش اللون الأحمر ده. وانتي؟ كنت حاسه اني طايره في سبع سما. والله العظيم انت زي العسل. والله العظيم انت زي العسل. انا كبرتي بسرعه قوي يا فضه. العمر مش بالايام اللي بتعدي علينا ولا بالسنين اللي بنعدها. العمر بالحاجات اللي بتعلم فينا والناس اللي بنحسها. عالم حلو برضه. حلو. يخلي الواحد يقول ولا موزونه كده، مش زي ده بقى نطجن ونجيب كلمه ولا ده. عشان كده انا عايزك تكملي اعلام. كملي اعلام وتبقي الاولانيه. طمنيني. عامله ايه دلوقتي؟ طمني انت عليك وقولي ايه اللي جابك في ساعه زي دي. لقيت نفسي مخنوق. وبرضه قلت اجي اطمن عليكي. انت كويس؟ انا تمام تمام. وراء انا عايزك. خير يا معلم. اقعد، عايزك في حوار كده. حوار؟ اقعد يا ابني. ادينا قعدنا يا حاج. قول. المصيبة ان انا بقول كتير بس انت ما بتسمعش. وعارف انت ناوي توصلني لحد فين؟ لا مؤاخذة يا حاج، يعني كلامك مش واضح. ما تفهمني تقصد ايه من ورا الكلام ده؟ انت تعرف عيلين من الأبجية، واحد اسمه فتحي فنجان والتاني اسمه صلاح كفريه. فتحي وصلاح؟ يا حاج ساعات بيقعدوا معانا يعني لما بنبقى سهرانين، بس مش دايما، زمايل قاعدة يعني. طب ليه؟ الله، ليه؟ من امتى يا ابني بتقعد مع عيال بالصنف ده؟ ما انت هايص، مقضيها كباريهات ونسوان وانا معديها. يبقى لازمته ايه الكيف الرخيص ده؟ وطبعا انت بقى في القعدة بترش بضاعة عشان تسمع ده يقول لك يا معلم، وده يعظم لك، مش كده صح؟ مش على حاجة يعني يا حاج، بس الحكاية وما فيها ان اتفسر كلامك يا حاج. انت عايز تقول ايه؟ العيال دول بيشتغلوك يا براء، بيقلبوا عيشهم من وراك، بيضربونا في السوق. اديني فسرت يا معلم براء. رد عليا انت بقى وفسر. ما تعاندش معايا وحاول تاخده على قد عقل مين؟ هو انا بقى فيا عقل؟ انا مش قادر افهم ايه المشكله يعني لما باصي مصلحه لواحد صاحبي. ها ايه المشكله يعني؟ مصلحه مش هتاثر معانا. ايه الدنيا خربت؟ ابوك اليومين دول مش في وعي، في اللي واكل نفوخه ومخليه مش دريان بالدنيا. قصدك مين؟ قصدي اللي بتطلع اوضته كل ليله عشان تعمل له مساج. و وايه؟ اوعى يا بنت مطره تكوني عارفه حاجه انا ما اعرفهاش. ما اعرفش بقى يا اخويا، ابوك عندك، روح اساله. تكون قصدك البنت سوريا؟
هو في حد غيرها في البيت هنا؟ لا 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 لا، انت كده مخك راح لبعيد. مخي ايه اللي راح لبعيد؟ بقولك البيت واكله نفوخه. يا بنت لا، انا ابويا اخره يتسلى يعني، اكنه بيأذى شويه لب وخلاص، لكن يدي سره ويسلم نفسه كده لوحده لا صعب. انت ما تعرفوش ابويا. انا عارفه البت دي كويس قوي وفاهمه حركاتها. البت دي مش سهل. اتفضلي يا حاج. صباح الفل يا حاجه. صباح الهنا يا حبيبي. اقعد انا عايزاك. انا تحت الامر والطاعه. ويلك ايديك يا كبير. يا واد بطل بكش بقى واسمعني. القرشين اللي لميناهم مع البضاعه اللي هتستلمها مع اللي هيطلع من عمليه النوح يخلونا نقف على رجلينا ونرجع السوق من تاني. عايزين نروح بيتنا بقى يا خميس. عايز اموت في فرشتي. العمر الطويل ليك يا حاجه، ما تقوليش الكلام ده. انا عامل ترتيبي على كده ومقضيه مقضيه ان شاء الله. قلقانة على خالك يا خميس، وخايفه لا يكون كبر وعظمه طري. انت عارفه الخرم اللي في نفوخه اللي منغص عليه عيشته؟ شو الزفته. انا مش فاهم انت ازاي وافقتي على الجوازه دي. اوه بس ولا يهمك، هنخلص من العمليه دي وبعدين نخلص منها هي. ربنا ما يحرمني منك يا غالي. ولا من قلبك الحليب يا حليب. ولو عايز اخلص لك من خيل كمان اخلص لك من خيل. يا ولا مش هي دي. لا هي دي. لا هي دي. بسكوته بورورون 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 بورورون. بالهنا والشفا يا عسل. تعيش يا حبيبي. يا زوز. حاضر يا حاضر. وتفتكر البت سوريا دي هتنجح في المهمه اللي احنا مكلفينها بيها؟ الا تنجح، دي بت شطانه بتلعب بالبيضه والحجر. هي اي نعم رغايه حبتين وطلعت عيني لحد ما عرفت اجندها، بس اكيد هتجيب دغ الراجل وتخليه يتكلم. المهم بالنسبه لنا دلوقتي اخبار افندينا. افندينا مقضيها سهر وكباريهات وغرز، واللي مستغرب له لحد دلوقتي ما حطش رجله في حاجه. ده مش معناه يا علي ان افندينا هيبطل شغل. بالعكس، افندينا اكيد دلوقتي بيحضر لعمليه تقيله قوي. ازاي افندينا علي ما يعرفش يقعد من غير شغل الفتره دي كلها. ادخل. تمام علي الباشا. خير. في واحده بره يا فندم عايز تقابل سعادتك. واحده مين؟ لا تدخل. تحت امرك يا فندم. اتفضلي. صباح الفل يا باشا. شكل المزاج رايق على الاخر. ايه اللي بيخليك تقول كده يا معلم؟ ما هو الجواب باين من عنوانه. اللي قول لي يا معلم، لو انت صحيح ناوي تجوز براءة؟ مين اللي قالك الكلام ده؟ مش محتاجة أقولها يا معلم، ما هي الفولة باينة زي الشمس. اهباطي اهباطي، لا في جوازة ولا جنازة. طب أمان عليك بقى يا معلم، لو كنت حقيقي ناوي اتجوزوا اعتقوني بقى لوجه الله وسيبوني في حالي. ما بلاش عاوة وهلفطة فرغ. بقولك ايه يا معلم، تكونش خايف مني؟ فاكرني يعني زي القطط اللي بتاكل وتنكر، ولا زي البغبغان اللي يعرفوا يقولوا ويرددوا؟ لهجتك بقالها مدة مش عجباني يا مطر. من اللي شفته يا معلم. ايه اللي شفتيه يا براتبني؟ ايه اللي شفتيه؟ ده انت عايشه في نعيم عمر ابوكي ما يحلم يعدي قدام بابه، وبتنام على حرير ومش قادره تقيمي دراعك من تقل الذهب اللي هو شايله. عاوزه تشوفي ايه تاني يا اختي؟ عيب الكلام ده يا معلم، انا طول عمري بنت عز وبنت اصول. وما تنساش بقى ان انا مرات المرحوم الغالي اللي راح، وان جوازتي من براءه كانت غلطه بدفع تمنها كل ليلة أنا وهو وشنا في وش بعض. يا ريت تفردي وشك زي ما كنت نازلة كده، يا ريت.
ولا اقول لك اتعلمي لك رقصه حبتين دلع كده، فكي شويه، فكي يا بنت، صدقيني لو فكيتي هترتاحي وتراحي جوزك معاكي. ما انت عارف اني ماليش فيه. ما هي دي المصيبه يا اختي. تهت ولقيناها، انا انده للبت سوريا اخليها تعلمني هزتين من اللي بتعملهم وهي بتحط لك فنجان القهوه المحمص. اسيبك بقى للاستباحه بتاعتك. لما الحكايه وصلت لسوريا ما تنسيش خليها تعلمك ازاي بتهاوى على الحجر. ممكن اعرف يا ابو سنه لحد امتى هتفضل سايب المره اللي انت بليتنا بيها دي طايحه يمين وشمال، وفي الاخر تاخد كرامه وتروح عند حنتومه من ورايا. حنتومه؟ وايه اللي ودى كرامه عند حنتومه؟ انت بتسالني يا ابو سنه؟ خلاص يا حاجه انا هتصرف. هتصرف؟ هتعمل ايه يعني؟ عليا النعمه البت دي واكله دماغك وهتغمس بالربع اللي فاضل. مالوش لازمه الكلام ده. طيب يا حاجه افرض حد قاطرها وهي واخده كرامه ورايحه بيت زي ده، وجايز نتشم وبدل ما نقيم دماغنا ناخد طعنه في الظهر. مش انا يا معلم اللي هتقولك الخطر مفندق شبابيكو قد ايه، ولا زن المحروسه على ودانك نسك عرفنا. ما نسيتش حاجه ولا حاجه، ده انا لسه ضاربها علقه موت دلوقتي. وهتكسر ضلوعها ورمتها تحت رجليك وشدتها من شعرها. عليا انا الكلام ده يا ابو سنه وتهرب منك وتقعد تعيط وتولول زي الحريم ونبضر رجالتنا علشان يرجعوها زي كل مره. يا حاجه ما انا قلت لك. بس ما عندناش وقت للكلام ده، الشغل اللي جاي هو الاهم. لم مراتك وخلينا نفوق لشغلنا. عرفت انا مصدره خميس ليه؟ عشان راجل ملوش ملكه، قلبه تحت رجليه، مش بيرفرف بين ضلوعه زي جماعة. هات يا جماعة يا رب. يوم ما قلبي لما اخذ يعني يحمي راسي امزعه بايدي وارفصه برجلي. امال الموال ده جاب اخره يا باشا والمولد ده الفضة يا باشا، وخلص اتعملت حورني وتدورني الجو. خير اتكلم في الشغل احسن. شوف يا خميس، انا قلتها لك قبل كده وهقولها لك تاني، انت من القليلين جدا اللي دخلوا دماغي، وانا شايف فيك بكره بتاع البلد دي. يا باشا انت شرف لينا، اتمنى نخدم بلدنا. وانا يعني بعمل ايه؟ ايه همي يعني؟ قاعد المزاج ولاد بلدي، اظبط دماغهم عشان يشتغلوا صح ويدوروا عجلة انتاج مظبوطة. عندك حق يا خميس، ده معناه ان هيبقى فيه راحة بال. طبعا يبقى البال يبقى مرتاح، الدماغ يبقى مظبوط. لو الدماغ مظبوط المزاج هيبقى موزون، ولو المزاج موزون الشغل كمان هيطلع موزون. وعد الله وعد الله. انت بتتكلم زي الحاجه بالظبط. والله زي الحكه. لا مش زيها زيها يعني، لا انت برضه انت لا يعني لا زيها. وانا حلو كده خميس. انت زي العسل يا باشا، يمنا يا باشا. انت مش عارف ايه يعني؟ قول لي يا عم. انت عم السوق كله يا باشا. الخلاصه دي المصلحه، يا انا خلصتها وكملت على اللي عمله ولاد النور، مع اني والله مش حابب. المهم تبقى حابب يا خميس، المهم تخلص اللي بتعمله. خلي الحب ده لبعدين لحاجه انا عايشها لك. مش فاهم. ايه رايك في فريده بنتي؟ حته. هانم. حته هانم. النوح طلبها لابنه، ايه رايك؟ النوح طلبها لمين؟ براه. ده عيل عفش ولمه ومالوش في عادات الكبار ولا كلام الكبار، هو يعرف يقعد قعده زي القعده دي؟ انا رايي كده. لا 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 لا. شوف بقى يا خميس، الواد براه ده رغم انه شغال معانا انما تحس انه براني مش اصلي، واحنا صعايده
ما نديش بناتنا لحد بره ابدا. وانا لو حبيت ازرع شجره لبنتي ازرع لها شجره جدرها واصل لسابع ارض، جدر اصلي. فهمت يا اصلي؟ المايه دي ساعة طول الوقت وانا معرفش. انا كده عملت معاك الصح يا باشا، يعني الحوار ده انا ماليش فيه وسيرتي ما تتجابش. حلمك علينا شوية بس يا سوريا، تبقيش كابس علينا قوي كده. معلش يا باشا، انا ركبي بتخبط في بعضيها، الناس دي لو عرفت ما ترحمش، ممكن تتبح. يا بنت لمي نفسك وكلمي عدل مع الباشا. معلش يا باشا، فك الكيس انتوا الاول. انت ايه، بلعت فلوس ما بتشبعيش؟ بص يا سوريا، المعلومات اللي انت بتقوليها دي لو طلعت صح ليكي عندي مكافأة ما تحلميش بيها. دي بضاعة بمئات الالوف يا باشا، يعني يا ريت ينوبنا من الحب جانب، واكيد انا مش اغنى من الحكومة. انت واثقة من المعلومة دي ولا؟ عيب يا باشا، سوريا ما تقول كلام بيبقى هو التمام، وانا بت بمئة راجل وانا جايبه لك الاوكي. المهم المكافأة دي قد ايه؟ يا بنت لمي نفسك. استنى بس شوية يا باشا وانا هشوفك. خليني تشوفي مين يا بنت؟ اه عاجبك كده يا باشا؟ دي تبقى ليلة القدر اتفتحت لك يا فندينا. انت مستقلية بابنك ولا ايه يما؟ معاش اللي يقول كده. انا قصدي اقول ان جوازة زي دي في مصلحتنا، خصوصا وانت لسه ما نفضتش تراب السجن من على جتتك، ولما سبتنا بقينا في النازل، وجوازة زي دي هتفتح في وشنا الأبواب ونقب من على وش الدنيا. أنا يا فندينا يا أمه، وإن كانت الدنيا ادتني ظهرها حبتين فمسيرها تروق وتحلى وتدينا وشها وتضحك من تاني. ما هي بتضحك لنا بس أنت اللي مغفلاقها قوي. دي سكة مش لازماني. واللي تلزمك الرقاصة اللي واكل عقلك. رقصتي؟ انت فاكرني نايمة على وداني ولا عاجزة بصحيح؟ انا من الكرسي ده بدور الدنيا بحالها. خلاص يا حاجة ملوش لزوم الكلام ده. بس يلزمنا انا يا روح امك، مش افندينا اللي يقع في بيت زي دي ويتجوزها، واذا كانت لازماك قوي ارملها قرشين اخر الليل زيها زي غيرها وزيك زي غيرك. بزيادة بقى يا اما. بزيادةك انت، انت اللي لازم لك قفلة. خلاص القفلة بقت بضبة مفتاح والحكاية جابت اخرها. يبقى تتجوزها بعد ما تخلص المصلحة، والقرشين اللي هيطلعوا منها يخلوك تخش عليهم بقلب جامد وراسك مرفوع لفوق. ربنا يهديك يا ابني، ربنا يهديك ويبعد عنك ولاد الحرام. الله أكبر الله أكبر. هي دي الخطة يا فندم. لازم تتأكد من المعلومات اللي جات لك كويس قوي يا أسر. هو ده اللي حصل بالظبط يا فندم، وجاري البحث والتحري، بس عنصر السرعة هو اللي هيحقق لنا المفاجأة. ده اللي احنا محتاجين له يا فندم. الخطة اللي انت عاملها مش بطالة يا أسر. يعني نبدأ يا فندم؟ إذن النيابة جاهز، ربنا معاك. تمام يا فندم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. صدق الله العظيم.
مساك الخير يا فندينا. ايه؟ بتقول ايه؟ انت مين قالك الكلام ده؟ اوعى لك كل الكلام ده تهييس. جدع يالا. طب سكة انت دلوقتي. هحليلك بقك يالا. اهو كده الكلام يحلو. كلام ايه ده اللي هيحلو يا براء؟ هتفرحي قريب قوي 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 يا مطر. هفرح بايه؟ هو انت ناوي على ايه؟ بقول لك ايه؟ سيبك بقى وفكك من ام شريط السبب ده. ما تريحني بقى وتقول لي بتعلقني ليه؟ يا بنت ريحي انت شويه، هقول لك بعدين. طب ما تقول لي دلوقتي، تقول لي بعدين ليه؟ بقول لك ايه؟ سكه انت عشان انا عايز ابويا دلوقتي. ما تقول لي بقى وتريحني. علي. يبقى الميت لحربته. مشكورة سعادة البيه. يا نار الجل. بعد إذنك يا بيه. بعد إذنك يا بيه. لا إله إلا الله. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا ينجيك يا ابني انت واللي معاك ويمنع عنك كل عين رضية. تصليها في الحرم يا حجة ان شاء الله. لابسة كده ومتأنتكة ورايحة على فين؟ رايحة لأم طارق جارت أم الله يرحمها، أصلها بعافية شوية، وبعدين انتي عارفه انها ملهاش غيري، فقلت اروح لازم اطمن عليها. اه وانتي ما يفوتكيش واجب ابدا. ربايه ايدك يا حاجه. ماشي يا شوق، روحي بس ما تعوقيش. لا ازاي، قبل صلاه العشاء هكون هنا ونصليه جماعه ان شاء الله. شوق. نعم. من هنا لهناك على طول. من عينيا يا حاجه. لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين فاغفر لي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم زد إيمانك يا حجة. يا معلم أبو سنة، هي كله تمام، البضاعة تمام وهنتحرك دلوقتي. قول لي يا غالي، أخبار أفندينا إيه؟ طبعا الحمد لله، اكده يبقى ضحكنا على الحكومة والبركة في المعلم النوح. مع السلامة يا غالي. البضاعة تمام والفلوس في أمان يا معلم. كده احنا حبايب، ربنا يديم المعروف بإذن الله، عشان اخد بخاطر اخواننا البعدة. طول عمركم أصحاب الأصول يا معلم. بني آدم مننا إيه غير بني آدم لمؤاخذة يعمل عمل طيب؟ لمؤاخذة في الدنيا دي اللي ملهاش أمان، بس الحكومة تفهم. سلام عليكم يا معلم. المعلم أبو سنة طمني، أفندينا بخير والحمد لله. يلا بينا. يلا. الهم يا رجال. يا راجل. ماشي 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 على عيني، ألف سلامة. ما تضحكنا معاك يا معلم، ولا احنا يعني ملناش نايب في الفرح ده. انت بنت ليكي أكبر نايب. يا سلام. ده انت مزاجك عالي قوي، بالك رايق على الآخر. حكم أنا أصلي أموت في اللعب المتغطي للهوى والمكشوف للعين،
وصاحبه نايم في بلاص العسل مش دريان بالدبان اللي بيعشش حواليه. فزوره دي ولا ايه يا معلم؟ اه فزوره من كلمتين، اللي تعرف ديته اقتله. وعلى فكره يا بنت احسن لعبه تلعبيها مع الحكومه ومع اللي مشغلاه الحكومه ومع اللي واقف قصادك في السوق. مالك يا بنت؟ مالك؟ كلمتك ليه؟ انا؟ اه مفيش حاجه يا معلم، مفيش حاجه. ما كنتش اعرف ان الدهني في العتاق كده يا معلمه. صلاه على النبي عليك وعلى دماغك العاليه قوي. الله اكبر عليك وعلى ابوك، الحاجات دي بتتنظر بسرعه. ايه يا بنت؟ مالك اتطفيتي كده؟ الحجر اتطفى فيك. نزوده يا مال. اه. عرقك يا جديد. ونصيحة من أخ محافظ لأخته المحافظة. كل ما تعرقي أكتر كل ما الأساتك هتنزل على وسطك أكتر. عشت يا كبير. آه هو ده الكلام. النصيحة التانية، عايزك تولعي الصالة الليلة، عايز الزبون يجي يدور عليك بخرم إبرة، وزي ما مليت دماغ الباشا خلي للصالة مكان في قلبك، لأنها أصل النعم وأصل لقمة العيش. وشعار ما هو؟ الإخلاص والتفاني يجيبوا الزبون من تاني. وأنا بقى خدامة لقمة العيش. أنتريه. أسيبك أنا يا برنس عشان أجهز. جهزي يا روح. بوسي. الإخلاص والتفاني يجيبوا الزبون من تاني. برافو. كنت مستنيك يا رمان. وأنا تحت أمرك يا كابتن. عرفت إن مفيش حد بيهرب من قدره؟ وبعدين هتروحي فين؟ وزي ما قالوا في الامثال اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين، وانت جبينك متسطر عليه العز والنغنغه، يبقى ليه بقى نكابر ونرفس النعمه برجلينا؟ حرام ولا مش حرام؟ وانا رجعت اهو وجاهزه لنمرتي، ده لو مكاني لسه فاضي. مين قال مش فاضي؟ انا قلت مش فاضي؟ هو قال مش فاضي؟ انت قلتي مش فاضي، مكانك فاضي يا نجمه. اشبكي ايدي في ايدك كده؟ وشبكة العشرة الكرام دول ومليك عليا حلفان، بعد ما انت مشيتي بساعة واحدة أنا كنت هقفل المحل، عارفة هعمل فيه إيه؟ هقلبه متحف وهعلق صورتك لوحدها وهسميه متحف رمانة الدولي، وانت الوحيدة اللي تزوريه. اسمعيني كويس، بشطارتك مكانك ما يملهوش غيرك، وبالحنكة وصنفرة الدماغ تقفشي فيه بإيدك وأسنانك وما تفوتيش فرصة لأي واحدة تانية تاخد مكانك. وانا من ايدك دي لايدك دي. حلو، يبقى شعارنا هو الاخلاص والتفاني مع رمانه يجيبوا الملايين من تاني. رمانه لا، خدي دول فتح شاهين. كنت حاسه بكابوس؟ الزهر قلب معاكي بكابوس؟ طب كنت خايفة من ايه؟ كنت شايفة ايه يا حبيبتي؟ أبوكي؟ الله يرحمه. ايه لازمة الرغي ده دلوقتي؟ مش شايفة انها تعبانة؟ تصدقي يا حاجة لسه لغاية دلوقتي موضوع أبوها الله يرحمه مقصر. أنا قلت مش عايز أسمع السيرة دي تاني. هي يا حاجة اللي يلا تفضلي تفضلي دلوقتي. حاضر يا حاجة، حاضر حاضر. احنا مش قلنا تنسي حكايه موت ابوكي دي خالص؟ مش كفايه اللي جالك من تحت راسها؟ عايزه ايه تاني يروح منك جنب صوتك؟ كتمي على الموضوع ده خالص، لازم تنسيه ده اذا كنت عايزه تخف بصحيح. قلتيلي هاتيلي حاجه من قطرها جبتها لك بشحمها ولحمها. قوليلي بقى هتعملي ايه وهي هتقعد معانا لحد امتى؟ عشان انا زهقت منك ومنها ومني ومن ايامنا السودة اللي هنقضيها مع بعض يا حنطومه.
بالراحه لا يجرالك حاجه، انت لسه في عيله شبابي. ما هو انت يا حنطومه اللي معصباني وعماله ترميلي في بخور، هرتيني بخور وتقولي لي في كلام مش فاهمه منه ولا حاجه. يا حنطومه انا عايز المفيد. ده هي خلصانه على الاخر ومفيش منها خوف. اسكتي، ده انا اول ما وقعت قلبي وقع في ركبي، خفت احسن تكون حامل وتبقى ساعتها عقدتنا بشنيطه. بس يلا الحمد لله طلعت فاضيه في شنك. ست شو انت رايده ايه بالظبط؟ فاهميني انت يا وليه هتشليني؟ اقول لك طولت وقولي لي احلبوه. بقول لك عايزه الراجل، عايزاه ياخدني من ايدي، ياخدني من ايدي ونهلك نروح في اي حته ان شاء الله اخر الدنيا. بقول لك ايه، الحجاب ده هيخليه ما يطقش فرشته ليله واحده، وبعديها هيجر ناعم على طول ويتمنى نظره رضا وقلب مخروط شوق. يا ست شوق يسمع منك يا حنطومه يا رب. بيت يا سوريا، انت يا بيت ست مطر اللي معادك يا بيت هنا. ابدا انا قلت يعني اريح شوي. وما ريحتيش في اوضتك ليه؟ يعني قلت اشم شويه هوا. انت يا بنت مش على بعضك ليه؟ انا ابدا والله ما انا زي الفل اهو يا ست مطر. بقولك ايه، ما سمعتيش النهارده المعلم نوح بيتكلم مع براءة في اي حاجه؟ لو النبي ما سمعت حاجه يا ست مطر. اصل جاله تليفون كده وقام اتنفض وكان فرحان، مش عارفه حاسه كده ان الفار بيلعب في عبي. يكونوا شبت هيعملوا معايا الدنيئة. طب معرفتيش التليفون ده أصله إيه؟ طب وكان لازمته إيه بقى الحوار ده كله لما أنت ناوي تلمها في الآخر؟ ده شغل عتاق يا حمار. ما أنا كنت فاهم كده يا معلم، بس لما الموضوع يطلع على فشوش يبقى الحكاية فيها إنا. مش لازم الضربة تصير، كفاية قوي إنها تدوش. منها الحكومة تنتبه له وتحل عن سمان احنا، ومنها هو يبقى مطمن لنا قبل ما يخطب رجله في الملعب. انت بتثبتني؟ بتثبتني انا يا معلم؟ بقى انا اقول لك مش هخليها اوبها وانت تجيب ورا عشان تفتح له سكه؟ وليه ياد ما تقولش ان انا بحفر له قبره؟ ما انا قلت لك سيبنا جيب لك عجله. ما انت حاولت مره واتنين وانا قبلك. ايه اللي حصل في الاخر؟ ده قط بسبع ارواح، هو قام منها واحنا خسرنا نص المصلحه. طب ما ترسيني على اللي في دماغك، ولا انت لسه شايل مني يا سيد المعلمين؟ شايل منك؟ يا ده انت ابني حبيبي. ده انا نفسي تبقى كبير الناس دي كلها، وكمان نفسي ومنى عيني تبطل غشم ولعب ناشف وتبقى بقى حريف عشان تبقى هداف زي ابوك. طب ما ترسيني يابا على الخطه وريحني. مع انك ساعات بتبقى حمار قوي، انما برضه ساعات كتير بتعمل حاجات بتعجبني، واقول إنك بغشمك ده راسم الخطة معايا. قصدك إيه؟ رمانة. الله، هو الحوار ده وصل لك يا سيدي المزاج؟ مش مهم وصل لي إزاي، المهم إنه عجبني. أهو كده يا ابني، أهو كده، مش تقول لي ضرب بالحزام وعلامة في الوش، إيه ده؟ إيه ده؟ احنا يا ابني والعياذ بالله مش الحكومة عشان نعمل الكلام ده، لا لا لا، انت بقى تخش عليها بالهادي باللطيف بالظريف، وشوية شوية تجيبها على سنانها في صفنا، ساعتها تبقى انت ابن ابوك بصحيح. يعني ايه؟ يعني انا عرفت اجيب جول؟ ريتك تعرف تكرره تاني، وحط ايدك بقى في ايدي واحنا نحذف افادينا بره الملعب في غمضه عين. بس ده ما كانش يقولك زمان، طول الوقت عمال تقول لي بلاش نعمل مشاكل، بلاش عشان العمروتي باشا. وبرضه هقول لك كده، عارف ليه؟ عشان انت خفيف ومتعور في الوش. انا يعني لما بعوز اعور
عور في لا مؤاخذه حته من الدنيا وخلاص. ها فهمت؟ فهمت يا سيدي المعلمين. النوح المره دي فكر صح، انما لعبها بغشم برضه زي عوايده. كان فاكرني هبل قطاع. انت مش بتقول ان هو اللي بلغك بالكبسه؟ هو كان مين اللي بلغ البوليس عشان يعمل كبسه؟ هو قال لك ان واحد لعب بديله. الاخباريه في المرتين من النوح يا خال. طب النوح يعمل كده ليه؟ عايز يكسب بنت عند العمروتي. علشان كده يلزمنا الزياره للعمروتي. كده انت فندينا بصحيح. انتوا ناويين على ايه بالظبط؟ منور يا خال. طلبنا منك الدقة في التحريات، وانت اتكلمت بثقة اللي هيروح يجيب خميس وابو سنة بالبضاعة والفلوس، واللي حصل انك حملت الوزارة عملية تقيلة على الفاضي، واحنا ياما حذرناك من اندفاعك ورا مصادر غير موثوق فيها. حتى لو كنت واثق فيها لازم تتأكد ويكون عندك اكتر من مصدر. للأسف يا آسف العملية دي هتحط نقطة سودة في ملفك، علشان انا عارف اخلاصك وحماسك في العمل انا هكتفي بلفت نظر. ان شاء الله تعوضها. ان شاء الله يا فندم. تمام يا فندم. هو انت يا بنت كل يوم والتاني هتخترعي لي حجه تخرجي بيها؟ تكونيش فاكره نفسك انا فايز بتابوكي. والنبي يا ست مطر ربنا يخليكي خليني اروح ازور عمتي دي تعبانه قوي والنعمه ما هتاخر. نعمه لما ترفاسك امشي يا بنت روحي شوفي شغلك يا بنت. هو انا ناقصاكي كفايه اللي فيا يا ستي؟ والله ما هتاخر بنت.
عارفه لو ما مشيتيش من وشي هخبطك بضيفنا في اخك. طب استهدي بس بالله، انت قلبك طيب ما بيجيش على حد. الهي وانت جاي ربنا ما يرقد لك جت قادر يا كريم. الهي انسي براءه يا خلاص يا بنت، خلاص انت هتشحتي يا بنت. طب قولي لي يا روحي وانا مش هتاخر. طب افرضي خلقتك دي اهو. بقولك ايه؟ نعم. سألتيلي على الولاية اللي قلتلك عليها؟ ولاية؟ ولاية مين؟ الولاية يا اختي بتاعت الأعمال. مالها؟ عرفتي يعني اسمها ايه؟ ساكنة فين؟ والنبي سألت يا ست مطر بس ما عرفتش اوصلها الصراحة يعني. طب اسمعي يا بت، هو انت بتفهمي يعني في الحاجات دي؟ امال ايه؟ انا بفهم مين اللي بتشتغل الناس من اللي سرها باتة. طب بقولك ايه؟ انا عرفت واحده كده يعني وعاوزاكي تيجي معايا. طب بصي، لو خليتيني اخرج دلوقتي انا هروح معاكي وقت ما انتي تعوزي، ايه رايك؟ ماشي يلا غوري. بالاذن. والله يا حاجه صحانه من صباحيه ربنا عشان نلف السوق ونشتري هدوم وحلويات وعصير وناخد الحاجات دي كلها ونوديها عند فوتنا في المستشفى. شكله كده يا حاجه مهتم بيها زياده حبتين. دفع لهم فلوس؟ ها زوز. هو يا حاج اول ما دخل خرجنا بره وقعد معاهم. انت هتستعبط؟ انا ما احبش كده، اتقوا شري. بصراحه يا حاج احنا بنجري لك اخبار افندينا عشان حضرتك قلت لنا ده في مصلحته عشان لسه خارج للدنيا. وبصراحه كده يا حاج احنا بنعمل الحكايه دي يعني واحنا متقدرين قوي، وانا بصراحه بحب افندينا قوي قوي قوي. تفتكر يا حمار انت وهو هتحبوا ابني اكتر مني؟ الحاجه بتقول لك حمار. ولا مش انا قلت كده يالا؟ هو انت قلت حاجه؟ هو انت اساسا حكيت للحاجه حكايه الفلوس اللي دفعها في المستشفى؟ هو دفع فلوس المستشفى؟ هو احنا يا حاجه ما اتكلمناش في الموضوع ده خالص؟ لا ما اتكلمناش في الموضوع ده خالص، مش بقول لكم بتستعبطوا؟ هو سيء علينا يا حاجه، سوء علينا. ودفع ايه كمان؟ ابدا يا حاجه، يعني مبلغ صغير كده تحت الحساب. هو كان موصي حسابات المستشفى ان ما ياخدوش منهم ولا مليم، ولما تخرج يكلموه يروح يحاسبهم. وبعدين بقى بيدفع لها فلوس مدرستها وقلنا مساعده، لكن يجيب حلويات ويروح لها كل شويه، ده اللي ما يتسكتش عليه. ايه يا فندينا، ما ترسلك على بر وتريحني. اكيد ليهم عيون بينا. الحقني يا باشا. انتي؟ ده انت جيتي لقضاكي. بتضحكي علينا يا بت؟ علي ما ينفعش كده، مش عاوزين حد يحس بينا. والمصحف يا باشا ما خبيت عليكم حاجه يا باشا، وحيد المصحف. بتضللينا يا بت، بتدينا معلومات غلط. انا قلت كل اللي سمعته وعملت كل اللي طلبتوه مني، اكتر من كده ما عنديش الصراحه يعني. امال انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ خفت يا باشا، الفور بيلعب في عبي. انا اول ما عرفت اخلع خدت ديني في سناني وجيت جاري. ما تقول لي ياثر بيه. طب انت اهدي كده وقولي. اصل كلام المعلم النوح الصبح خوفني. قال لك ايه؟ قعد يقول كده كلام ما فهمتوش ويضحك بصوت عالي ويلمح ويلقع. خفت. عملت حسابه طلع صح. معقول يا باشا؟ معقول النوح يلعبها كده؟ هي ما تتلعبش غير كده، ده قانون يا علي. لا مؤاخذه يعني يا باشا، انتوا بتقولوا ايه يعني؟ اصل انا مش فاهمه يعني، رسوني على بر. النوح رمى المعلومه لسوريا عشان توصل لنا، وفي نفس الوقت رمى المعلومه لخميس علشان يأمن نفسه. البي عاوز يكسب كل الاطراف. ابن ال يعني ايه يا باشا؟ هو دلوقتي عارف ان انا شغاله معاكم؟ كل دي احتمالات يا سوريا مش اكيد. وانا هستنى لما تبقى اكيد وتطير فيها رقبتي؟ لا يا باشا احنا ما اتفقناش على كده، انا ملزومه منكم ولازم تحموني. الناس دي ما بترحمش، اقل حاجه عندها القتل. يا خسارتك يا سوري، ادي اخرك لما تصدقي الحكومه. حسبي الله ونعم الوكيل في الحكومه. حرام عليك والله يا خسارتك يا بنت. بطلي ند، بطلي ند بدل ما ارميكي في الحجز. يا باشا حرام عليك، بقول لك انا خايفه. انت هتستنى ايه اكتر من كده يا باشا؟ حرام عليك، انت بتعاملني كده ليه؟ ما تقول له يا باشا يكلمني بالراحه. اقول له ايه؟ اقول له ايه بس يا سوري؟ اقعدي كده وكملي كلامك بهدوء. ربنا يخليك يا باشا. والله يا باشا انت اللي بتعرف تجيبني يعني. يعني الصراحه حضرتك بتكلمني حلو قوي، يا ريت تعلمه حاجه والنبي يا باشا. تعرف يا باشا انا ما بفهمش الا بالهدوء والله العظيم. انا اديك عيني، انا بقول لك يعني ان رقبتي هتطير والله العظيم. هو ما حاسس بيا، انا خايفه يا باشا. بس بدل ما اخدك من ايدك ارميك عند النوع بايدي. يا اخويا انت بتعاملني كده ليه؟ ها؟ وانا كنت متجوزه ابوك ولا كنت هتجوز ابوك؟
بص لروحي فجأة تقلت مني المفاجأة. أنا مش أنا مش عرفت. ما شاء الله أنت عارفة يا حبيبتي إن كل الرجالة المتجوزين هيحسدوني دلوقتي. طبعا جمال وشعر ودلال وحلاوة حلاوة بزيادة وخفة وفوق ده كله بقى ما فيكيش أكتر حاجة بتخلي الرجالة المتجوزة تهرب من البيت. صوتك يا حبيبتي. طبعا الرجالة بتهجم البيوت بسبب صوت ستاتهم وزنهم، إنما أنا بقى في الجنة ونعيمها. هموت أنا في السيبة الصلطة. يلا بينا. هوبا. عاجبني كلك يا ولا. كلك عاجبني. مفيش معلم يا ولا. يا شو مالك مخشبه كده ليه؟ قلت لك ماليش مزاج الليله وانت اللي قفشت. قفشت؟ قفشت ده ايه؟ يلا يلا ده ايه؟ بقول لك ماليش مزاج الليله. هو ايه؟ هي دي اخر ليله ولا ايه؟ يا شو مالك؟ ماليش، ما عنديش مزاج، وبلاش فضايح بقى. فضايح؟ فضايح ده ايه؟ حقي وحق انا كمان يا اخويا انه يبقى بكيفي. طب وايه اللي مش جايب كيفك يا شو؟ جتتي مولعه نار، مش طايقه نفسي فيها حاجه. دي مولعه؟ مولعه في ايه؟ ده انا حاسس انك انت لسه طالعه من الثلاجه دلوقتي. بقول لك ايه، انجزي مفيش وقت. يلا انجزي يا اخويا. اذا كان على ثمن الحبايه اديهولك. حبايه ايه وثمن حبايه ايه؟ انا بجيبها بالعافيه وعلى ثمنها. وبعدين انا بعمل ده كله ليه؟ ما عشانك مره تقولي لي انا ما باخدش حقي، ولما اجي اديك حقك تقولي لي ماليش مزاج. يا راجل انت عايز تعملها لنا هالليله الليله دي؟ هو في ايه؟ ما حرام عليك بقى وعديها، بلاش تتخنها. بقول لك ماليش مزاج يا معلم. شو شكلك كده ما بقيتيش تحبيني زي الاول. يا لهوي، شوف بقول ايه يقول ايه الراجل. يا راجل حرام عليك، مش كده، مش طايقه نفسي. حرام عليك. خلاص 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 شو براحتك شوقك اهو كده يا معلم يا صاحب توكيل المزاج في البر كله. بس انا كده مش عارفه انا ايه. طب خديني في حضنك حتى. اروح اجيب العربيه لحضرتك يا فندينا. انت لسه ما جهزتش العربيه؟ ما هم قالوا ان حضرتك نايم. مين دول يا دي اللي قالوا ان انا نايم؟ هو انا بنام؟ لا اجري هتجيب العربيه. هوا ايه الحيوان ده؟ ده حيوان. هو انا بنام؟ معاش اللي يقول كده يا فندينا. المترو رضوان بيدور على معاليك. رضوان مين؟ بدران. بدران بيدور على معاليك. ده ايه الزريبه اللي انا وقعت فيها دي يا ربي؟ اقول له ايه يا فندينا؟ فندينا فتله. الحمد لله على السلامة. نورتي الحارة، كانت مضلمة من غيرك. منورة بيك طول عمرها. خرجتي امتى؟ النهاردة. وعاملة ايه دلوقتي؟ الحمد لله أحسن كتير، بس أنا زعلانة منك. حقك عليا، أنا كان المفروض أجي أستقبلك وأنت خارجة، بس والله غصب عني. خلاص مش زعلانة، كفاية اللي أنت عملته. طب أنت واقفة ليه؟ هتقعدي؟ أو يعني ادخلي جوه عشان ما تستهويش وتريحي. بس الحارة وحشتني قوي فقلت ابص عليها. يا تتوحش تتبص عليها. يا بنتي مش عايزه حاجه؟ لا ميرسي. وليها تاني كده؟ ميرسي.
يتوب علينا ربنا. باي باي. بالعربية يا حيوان. أنا واتحبي برومانسي وبرقص مي ونمسي. أنا واتحبي برومانسي وبرقص مي ونمسي. عبدو باشا انا بسال نفسي المكتب منور ليه؟ اتاري عبدو باشا قاعد فيه بقالنا كتير مستنيين الزياره دي. ربنا يخليك يا مالتي بيه، بس انت عارف ان زيارتي لازم تبقى عند النزول. بس انت اتاخرت علينا تو ماتش. والله انا جيت حسب الاوان ومتهيألي عداني العيد. الكابتن ابراهيم سعيد اهوت رجليه ما بتتقطعش عن المكان، وانا ويتنج فور الاوان. اما بقى بالنسبه للدكتور الهرده بقى جاهز يا باشا وتسليم على المفتاح. الله عليك، رجع ليالي زمان. السياحه كلها اتضربت وما بقاش فيها غير اللوكل المحل يعني. امال انا جاي ليه يا سعاده الباشا؟ انا جاي علشان اسلمه للي يستاهل، اللي يقدر تمنه. تشيل يا برنس. نشيل ومش هنختلف طول ما احنا ماشيين في الخير. بس قول لي مفاتيحه منين؟ لا معلش، قبل ما اقول اي حاجه لازم نتفق الاول على عمولتي. انتوا كلتوني لمؤاخذه قبل كده في عموله الكابتن ابراهيم سعيد. نتفق على عمولتي في الدكتور الهرده وبعد كده اقول لك مفاتيح. على قد ما انا فرحانه لرجعتك وشغلي معاكي، على قد ما انا مقهوره لشمعتك اللي انطفت. مكتوب يا بيسا، مكتوب ولا مفر منه. على رايك. نجمتنا عامله ايه؟ قلت غريبه، ايه اللي جابك لحد هنا؟ روحي يا بيسا خدي يوميتك من شلبي. هو احنا كنا لسه اشتغلنا يا كابتن؟ من هنا ورايح الالمونيا هتقبضيها مقدما، وكل ده عشان خاطر نجمه المحل الاولى. تسلم يا كابتن. روحي يا بيسا وخدي الشباب معاك. عينيا. يلا يا شباب. اكيد طبعا مجيتك لحد هنا مش ببلاش. انا مفيش حاجه عندي ببلاش، كل شيء وله تمن. المهم الشيء ده يستاهل تمن ولا لا؟ طب انجز يا اخويا وهات من الاخر. طبخه مستويه ومستنيه الاكل. دكتور الهردة. هردة يا ابو هردة؟ ماليش فيه. انا ماليش فيه وهو ملوش فيه وانت مالكيش فيه. احنا مجرد اسباب، والدكتور الهردة ملوش غير في الميه. مهمتنا القوميه انه بقاله في حاجات تانيه كتير، والميه ما بقتش تجيب همها. انت شايفه مصاريف المحل عامله ازاي، والسياحه اتضربت على الاخر يا نجمه. بقول لك ايه يا مال. اسمعي يا رمانة قبل ما تقولي اي حاجه تزعلني، ما تنسيش ان احنا اتفقنا وان افندينا خلاص بلح، واللي جاي لازم يبقى احلى يا نجمه. ايوه بس انت عارف انت رمانه ميزان الجمال في المحل،
واللي زي دكتور الهرده ده يتمنى نظره من عينيكي. وبعدين انا مش بقول لك اعملي معاه حاجه وحشه لا سامح الله. لا دي سكتي ولا دي اخلاقي. ابدا، احنا عايزين نخليها اوبن بوفيه. اي حاجه ياخدها من المنيو، سيجاره، حبايه، يرفع له خط، يجي يطلب، احنا نشتغل، انت تقبضي. شفتي اخلاق ارفع من كده؟ لو انت الصادق ما شفتش اوطى من كده. ميرسي يا روحي، اتفضلي يا حياتي. حجرين وشويه قهوه يظبطوا الدماغ بدل خبط السهر ولطشه الشرب. ظبطت الدماغ ووزن الكيف على ميزان المزاج، دي لعبتنا. خدي دي ابقي اضربيها بعدين. ايه ده؟ بس اللي جابهولي قبل كده كان لونه احمر. لا سيبك من الاحمر ده، خليكي في الابيض احلى. ده بتاع بلاد وده الاصلي. ده بقى يعمل ايه؟ يصفر الدماغ ويخليك تبداي من اول وجديد. خلاص هبقى اجربه. اما تعوزي منه بيقولي لي وانا اجيبه لك لغايه عندك بدل ما تروحي وتيجي. اللي قولي يا ماي فريند، انت بتشتغل ايه بالظبط؟ دكتور سنان. نعم. احنا هنهزر؟ انا عقبال املتك سفير الكيف وراء النوح في كل خن تلاقي بصمه ليا، في كل ركن تلاقي صوره ليا. انا بهويتي انعش الدماغ واصفيها من كل زباله الدنيا. عرفتي بقى انا بشتغل ايه؟ طبعا. ايه؟ دكتور سنان. قتلتك دلوقتي وتويتك الحكومة هتنفعك بإيه؟ بس هنا يا فندينا، هو ده بقى المقر يا فندينا. هو ده؟ ايوه. اتفضل يا برنس. رايح فين؟ هاجي مع جنابك. لا لا انا هنزل لوحدي، خليكم. طب خد بالك من نفسك يا معلم. خد بالك انت من العربيه، بس اوعى تحكها زي عوايدك. ما انا عارفك غبي حك، وتوب عليك ربنا. خد يلا. النهار ازرق. وده شاطره؟ نعم. بالراحه يا بنت، بتبولي كده ليه؟ تعرفي تقري؟ ايوه. طب اقري اليافطه دي. دي ولا دي؟ اقري اللي فوق. انتخب المرشح المحترم بجاش المري رمز الوطواط. تعالى شاطر. نعم. يا بنت بالراحه، مكتوب المحترم. ايوه. ورمز الوطواط. ايوه. تشكرين يا ابله. العفو. يا اهلا وسهلا يا فندينا. الوطواط تخافوا عزيزة عليا يا فندينا. يا اهلا وسهلا. والله ما صدقت وداني انك جاي. يا اهلا يا اهلا بجاش. معقولة فندينا؟ وشرفنا مقرنا المتواضع وماسونيا.
المحترم مقركم المتواضع المحترم حسب امر اليافطه. عقود يا سونيا، عقود يا حبيبتي. ماله زي بيتك محترم؟ امال بقى محترم لما خطيت عتبته. ما شاء الله ما شاء الله. ايه بجاشي ده؟ ده انت بقيت ولا نجوم السيما، كل صوره بوضع وكله اكل عيش يا فندينا، وانت السادق كله شمال. اكيد مجايتك هنا وراها كلام كتير يا فندينا. خدمه قصاد خدمه، والحساب يجمع. وماله رقبتي؟ في واحد يا بجاشي هديك اسمه، عايز اعرف عنه كل كبيره وكل صغيره، اصله فصله، يعني باختصاره بالبلدي عايز اعرف كل اللي تعرف تجيبه عنه. اسمه ايه يا فندينا؟ في حاجتين في الاول، الاولانيه سؤال والتانيه اتفاق. اسمع كل اللي عاوز تقوله يا فندينا. تعرف ايه عن شوق؟ مين؟ شوق مرات الخيل. انت هتنح بقى وتهته من اولها بجاشي، هي كانت غزيت افراح وانت كنت بلطجي افراح، يعني لا مؤاخذه في ترعه موصوله ما بينكم. تعرف ايه عنها؟ كل خير والله. ومن ساعه ما اتجوزت الخال وهي في حالها، حتى الترعه اللي ما بيننا اتردمت. ماشي. طب وايه بقى حكايتها مع النوح؟ النوح بتاع الجمال. النوح بتاع الجمال، اسم الله عليك. ماله بتاع الجمال؟ ما هو كان زيه زي غيره، داير وراها، وجه الخال وقش. دلوقتي جه وقت الاتفاق، الكلام اللي هقوله يا بجاشي هيفضل سر بينا، سر. وانت عارفني ما اكرهش في حياتي قد الخيانه، حتى لو تمنها رقبتي. ايه قولك؟ استبينا يا فندينا، قولي اسمه ايه بقى؟ ولا حبيبي العمروتي.